ازيكم شباب عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. هل في حد الاكسل اخر محاضرتين كانوا كويسين ولا كان الدنيا كانت ايه؟ تمام يا دكتور، الحمد لله تمام. في حد تاني؟ اتفضل. يعني في حد تاني عنده اي مشكله، عنده اي حاجه؟ انا جاهز، ادوني بس التراك وانا اجري عليه لوحدي. هو تمام يا دكتور، بس انا بصراحه جربت ان انا ادخل على دبليو سي سكول ده او كيجل، يعني مش عارف اجيب تستات، يعني مش عارف تتعامل حاسس على ان هو ملفات. بيطلع، مش عارف اطلع منهم تستات، هو عمال يطلع لي حاجات كده شبه كلمات متقاطعه. طب تعال نشوف اهو دلوقتي. تعال بص هقول لك انا على حاجه، تعال كده نعمل نشوف انا وانت سوا كده، وتشوف برضو معايا الناس برضو اللي عايزه برضو تجرب تشوف الحاجه دي معانا، اللي عايز يجرب حاجه على الاكسل بنفسه، يعني فاهمين قصدي ايه؟ ادفانس بورشن اهو، ونعمل هنا كده. انتوا كده شايفين اللي انا شايفه؟ تمام يا دكتور. تمام. بصوا لما نيجي نكتب هنا كاجل اهو، تمام، نفتح كده كاجل اهو. يا جماعه اللي ما يعرفش كاجل ده جامد جدا جدا جدا، انا يعني كل يوم بستخدمه، يعتبر بجيب منه داتا كويسه جدا، لاني ساعات يعني عشان اجيب داتا واربطها ببعض دي بتبقى صعبه مش سهله، يعني فاهمين قصدي ايه؟ فكاجل ده بيبقى موجود عليه، نعم؟ فكاجل ده بيبقى موجود عليه حاجات حلوه جدا جدا تقدروا تستخدموها. كاجل ده ايه نظامه؟ نظامه اللي انت بتيجي هنا كده وتكتب مثلا وليكن سيلز اهو، زي ما انا كاتب اهو سيلز، تمام؟ انت شايف محمد صح؟ محمد سامع حضرتك. بص كاجل اهو، كل ما تيجي عليه تمشي عليه اهو كده اهو، في بقى بيقول لك سي اس في ولا اكس ال اكس اكس ال اس اكس ولا بي بي اكس، بي بي اي اكس ده اللي هو باور بي اي. سي اس في اللي هي الصيغه بتاعت برضو بتشتغل على الاكسل عادي، دي بتبقى كوما سيبريتور فاليو، وفي اكس ال اس اكس اهو، هنشتغل على دي مثلا اهي اهي، تمام. في كذا حاجه الناس بس عملت 1300 داونلود، ده مثلا ده لاحظ ده 14000 داونلود، خدت بالك من دي؟ ف رقم كبير جدا. هندوس عليها كده اهو، الداونلود بسيط 4 ميجا ده بسيط يعني، مش رقم ضخم يعني، ونحطه هنا كده. حتى بص انا سبحان الله والله منزل حاجات من عنده حاططها على الديسك توب حتى، فنخليها هنا كده، نخليها هنا نقول له مثلا بيتزا، ونعملها هنا كده اركايف سيف، ونروح كده على الديسك توب وبيتزا، ونعمل هنا اركايف، فك الاركايف اهو، اهو الداتا اهي. اهي يا محمد شايف دي كده كويس؟ تمام. دي بقى ما فيها، بص داتا يعني دي داتا بقى تشتغل عليها براحتك، يعني بص قد ايه. بص يعني مثلا ممكن ايه هقول لك انا، ممكن تقول له مثلا انا عايز هما كام واحده من دي لارج وميديوم وسمول واكس لارج. انت عارف محمد البيفت تيبل، اشتغلت على البيفت تيبل ولا لا؟ لا لسه صح؟ يعني مثلا ممكن مثلا تقول له مثلا ايه؟ نعم؟ ما حضرتك سامع. بص يعني انت ممكن مثلا تيجي هنا مثلا وتقول له ايه؟ في معادله حلوه قوي يا محمد، بس مش عارف هي عندكم ولا لا. في معادله اسمها يونيك يساوي كلمه يونيك. اهي. يا سناء انت سامعني؟ سامع حضرتك. انت بتحب انت الانجليش وكده، يونيك يعني يا سناء؟ يونيك. يونيك يعني حاجه مش متفرده يعني. صح متفرده جدع. فمتفرد دي يعني ايه؟ يعني لما اجي ادوس على ده كده، بصوا لو تلاحظي كده يا سناء، هتلاقي في هنا ام كتير وال كتير واس كتير. هنجيب حاجه يعني حاجه ما فيش منها كتير بس. صح، فانا هجيب من كل واحده واحده، صح كده؟ يونيك. وندوس عليها دبل كليك، وهنعلم على دي كده، وندوس انتر. بصي عمل ايه؟ جاب لي من كل واحده واحده. طلع لي السايزات اللي انا اصلا شغال بيها. نعم؟ طلع السايزات اللي انا اصلا شغال بيها بالظبط. وتيجي مثلا تقول له مثلا سام اف هنا، يعني مثلا سام اف، وتقول له ايه اللي انت بتدور فيه، يقول له انا بدور هنا، وتقول له فين، هتقول له يبقى الرينج والكاركتريا، وتقول له كاونتي الكوانتيتي اهي، وتدوس انتر، جاب لك الكوانتيتي اهي،
وتروح ساحبها لتحت اهو وتروح عاملها كده. جميلة يعني. بص لو تلاحظ اللارج عندهم بيبيعوها اكتر حاجة، خدت بالك؟ اللارج 18000. هو سبحان الله هو ده الادان صح؟ هو احنا الموضوع قرب لكده. فبصوا اهو ده ال 18000 اهي، ودي 15 وهكذا، يعني تقدر تطلع منه حاجات كتير قوي يا محمد قوي. تمام. الكلاسيك دي انا مثلا مش عارف بصراحه اوصل لحاجه زي كده، بس هي هي يونيك هشتغل اهي عليها من مثلا، بكره ان شاء الله. او يونيك اهي مثلا، تشتغل على الكاتيجوري اهي وتدوس انتر، هتلاقي الحاجه اهي، تروح عامل برضو سام اف برضو على الكوانتيتي بتاعتها، فاهم قصدي؟ تمام. بس فالموضوع سهل يعني، الموضوع مش صعب. تمام يا تمام. محمد. بص انا مش عارف اقول لكم ايه، بس يعني نوقف بس كده لحظه عشان الاذان بس شغال، فا او نخلص بس الاذان اهو لحظه. الله اكبر الله اكبر. اشتغلتي على الورد قبل كده يا سناء؟ اي يا دكتور بشتغل عليه اوريدي. شفت المنظر ده قبل كده؟ المنظر اللي هي البيج يعني بتاع الوورد؟ لا المنظر ده، الحاجات دي. الهوم والانسرت والديزاين لا واللاي لا لا اوت. مش فاهماني برضو. بص المنظر ده لما اجي ادوس كده بيختار لي حاجات تانية. شفت المنظر ده قبل كده؟ لا. وانا متأكد ان لا. ما انا متأكد انه لا. لا ما شفتش. ما انا بقول لك هي دي بقى التفاصيل اللي انا جاي اتكلم فيها. في حاجات يا جماعه فعلا احنا بنستخدم الوورد، انا نفسي بستخدم الوورد كتير، بس في ناس بيقع منها تفاصيل في الوورد بنت لذينه تسهل لهم شغل كتير قوي قوي أنا يعني. بصراحة دكتور بحسه يعني برنامج يعني مفروض يتمسح أصلا، مش لازم. بتقول ايه؟ بحس إن هو أصلا المفروض برنامج ملهاش فيه لازمة يعني. طب انا هقول لك على حاجه. بص اوريك حاجه كده حلوه قوي هتعجبك قوي في الموضوع ده. بص تعالى كده نفتح مثلا مع بعض كده مثلا ويكيبيديا، سبحان الله مفتوحه لي اهي، ونقول له مثلا هنا ركز بقى اللي هو ملوش لازمه ده. شايف المنظر ده كده؟ المنظر ده العالم العامل البرتقالي وعامل اورنج والحاجات الغريبه دي، ناخدها كده كوبي ونحطها في وورد كده، نفتحه كده وورد كده جديد، ونعمل هنا كده هنا كده. بص المنظر عامل ازاي. لو انا جبته هنا كده كده وعملت له حاجه اسمها جاستيفاي، بص المنظر بقى هنا مظبوط ازاي. خدت انت بالك؟ لو تلاحظ المنظر كان الاول ما كانش مظبوط، بص كان مكسر في الاخر اهو كده. بعدها بقت مقال، نعم بقت مقاليه يعني، بقت مقاليه. بص يعني لما اجي اعمل مثلا حتى جاستيفاي هاي مثلا كده، بص المنظر بقى عامل ازاي. بص بقى تقدر بقى نعمل مثلا ايه كمان بقى، نقدر اللي احنا مثلا مثلا نيجي نبص مثلا على دي، دوس انتر، بص بقى عامل ازاي المنظر ده. ما تعرفش تعمله في اي برنامج تاني، انا مش بهزر، مش هتعرف تعمله في اي برنامج تاني. على بص المنظر بقى مظبوط ازاي. تعالى بقى لو وازاي بتفصل كده ما بين ال ايوه ما بين ال ما انا بقول لك، تعالى بقى بص بقى على المنظر ده كده مثلا، لو جيت تبص له اهو، بص المنظر بقى خلاص كده كده اتقفلت كده، خلصت بص مقال زي ده طويل عريض. وحضرتك فصلت ازاي كده ما بين الكلام ده؟ عرفت بقى ان هو ملوش، عرفت بقى ان هو ليه اهميه ازاي؟ بس يعني انا ممكن يكون في شغلي ملوش اهميه، بس بحس ان هو عفى علي الزمن بصراحه. لا 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 خالص على فكره. بص اوريك حاجه حلوه قوي. بص فصلت ازاي. لا بدوس بس انتر عادي يعني، عادي مش يعني مش بعمل حاجه يعني كبيره يعني، بس انا قصدي ايه، ان انت تقدر بتدوس انتر كده مرتين كده وخلاص، ان انت بقى تقدر ان انت تنسق حاجات عليه فعلا مش موجوده في اي برنامج تاني. ما هو انت مش عارف تظبطها تاني في اي برنامج. البرنامج ده بتاع نصوص، بتاع حاجات نصيه، مش بتاع هقول لك ازاي، مش بتاع ارقام وحسابات بتاع ارقام يعني. ومعادلات بص ده وكده بتاع فعلا فعلا يعني، مثلا ما تلاقيش مثلا حد بيكتب عقد مثلا ايجار او عقد تمليك على اكسل. انت ممكن مش معاك انت يا محمد بتستخدمه، لكن في ناس كلها شغلهم صح، حقيقي في ناس كتير ليها شغل صح يعني. محامين او كده. الناس الليجل اللي هم شغالين في القانون وكده، والناس اللي هي المحامين اللي في الشركات الليجل دولت بيبقى كل حياتهم وورد. انا بقول لهم اكسل يا ابني، قال لي احنا الوورد، ادي في الوورد، فاهم قصدي؟ هو كل شغله كتابة. بص بقى من ضمن الحاجات برضه يا محمد،
حدنا بيقبض بالفيزا صح؟ بتقبضوا كلكم فيزا صح؟ بيجي لكم حد بيجي له بي سليب على الميل او على الموبايل او في اس ام اس وفي على الميل. على الميل ما سألتش نفسك بتيجي ازاي على الميل؟ لا صح؟ بص يا محمد هو مركز في ساعتها في الفلوس اللي جايه. انا برضو ساعات برضو بركز في الفلوس اللي جايه صح. انا اركز ليه انا في الميل ومش الميل؟ بص دي حاجه احنا مش هنشرحها النهارده بس انا بقول لك شايف الكلمه دي ميلينج دي بقيت ان انا اقدر ابعت لكل الناس بضغطه زرار واحد تخيل. بس هي مش يعني دي مش تبعنا النهارده يعني بس انا بقول لك ايه ان الميلينج دي تقدر تعمل زي شيت اكسل باسم الموظف والتوتال مبلغ اللي جاي له والايميل بتاعه وتحطها هنا على الوورد سامعني وتحطها على الوورد وتعمل سند او تربطها بحاجه معينه كده وتعمل سند فتتبعت. انت فاهم المنطق دكتور؟ الميلينج دي موجوده في كل كل الاجراءات بتاع الوورد؟ ما اعتقدش ان هي موجوده في كله. اصل هي انا ما شفتهاش قبل كده. ممكن من 19 ممكن من 2019. فدي دي رهيبه يعني قصدي ايه ان انتوا تقدروا. بصوا من الاخر كده سناء لو اللي سامعني يعني من الاخر حاولوا تنزلوا برنامج فعلا 2021. انا بعت لكم اللينك على الجروب قبل كده. نزلوا اللينك 21 لان 21 ده بصوا اسمعيني يا سناء اخر اربع سنين او اخر ثلاث سنين في حياه المايكروسوفت اوفيس بقت جيم تشينجينج بقت بتعمل حاجات غريبه فاهم قصدي ايه؟ بقت كل شويه في تطوير عشان تجري يعني عشان تلاحق الباقي. انت معايا؟ مع حضرتك. يعني بصي انا اوريكي بس حاجه كده كنت انا عاملها في الداتا اناليسز. بصي دكتور في صوره ممكن ابعتها لحضرتك على الواتساب تبص عليها عشان عايز اسال فيها في حاجه. يلا بينا. بص يا سناء بصي سنه 2016 كان ايه؟ 2016 كانت مايكروسوفت كانت فين وكانت فوقيها كانت تابلو تمام. بصي بقت 2024 بقت مايكروسوفت فين والباقي بقى فين. بصي ability to execute اللي هو بيتعامل بسهوله يعني شويه يعني بتنفذ بسهوله والcompleteness of vision اللي هو الرؤيه الواضحه. بصي بقت كل ما يطلع كده كل مايكروسوفت تطلع في ناحيه السامبوكسه دي كل ما يبقى احسن. بص مايكروسوفت فين يعني كانت الاول كانت قريبه في 2016 بص 24 فرق كتير. فاهم قصدي ايه؟ فدلوقتي في امبروفمنت واضح يعني جدا جدا ودي تبع شركه دي تبع مجله اسمها جارتنر. جارتنر دي يعني مجله من مجلات محترمه بس انا بكلمك في حته ايه ان مايكروسوفت بقت كله بقى بيجري. بص يعني كان الاول كان في ساب هنا وكان في دلوقتي بصي بقت مايكروسوفت لوحدها بقت لوحدها في 2024 وهتفضل لوحدها يعني قصدي ان هي كل شويه عماله تطور من نفسها. فنصيحه يعني يا سناء وليد كل الناس اللي موجوده معايا والله نصيحه يعني من اخوكم يعني فعلا تقدروا تستفيدوا كتير جدا من مايكروسوفت لو انتوا نزلتوا المايكروسوفت اللي هو الاحدث شويه بس يعني هيسهل عليكم شغل كتير قوي. تمام فان شاء الله ان شاء الله تكون حاجه كويسه ان شاء الله وتقدروا تستفيدوا. ثواني بس نشوف محمد كان بعت لي بس حاجه على الواتساب عشان الواتساب هنا هيبقى على المشاعر يعني لو فتحته دلوقتي يا محمد يبقى كوز اسمي الفنس كايندلي بي نوتد. ده الاوت لوك بتاعي بتاع الشغل تمام. بيجي لي عليه تامبل كده زي سكادول في الداتا بتاعت الناس وفي رقم تليفون لو انا يعني لو انا عملت بريس عليه بيتصل اوتوماتيك تمام. وبيجي لي في لينك مربوط بحاجه على الكليك اب ماشي. ازاي انا بقى اعمل السكادول ده اللي هو محطوط فيه التايمنج والاسم وكده وازاي ادخل اللينك على يعني ازاي احط الكلام ده على على ايه؟ على الميل يعني على الاوتلوك. على الاوتلوك قصدك اللي تحت يعني؟ الاوتلوك عادي يعني انا اللي هو ساره السيد ده لا يعني ده ميل مبعوث تمام. الميل المبعوث ده فيه داتا تمام بتاعت حد مثلا هيشتغل مثلا معانا فبيبقى معمول فيها سكادول. السكادول ده انا ما بعرفش اعمله على الاوتلوك تمام.
والسكيدول ده كمان فيه رقم تليفون، ومجرد ما بدوس عليه على الاوتلوك يعني اه بيتصل ايوه ايوه اوتوماتيك، ايوه 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 فهمتك فهمتك. وفي انت لينك وكده. متخيل، انت فانا متخيل ان السكيدجول ده معمول على الاوتلوك؟ ما هو مش معمول لا على الاوتلوك، بس انا مش عارف هو معمول على ايه. تعال نبص عليها كده، تعال تعالوا بص احنا كده، بصوا يا جماعه لو هو اللي بعتهولي ده، بصوا عشان بس اوريها لكم. الترايل ديت النيم ايه ده؟ الترايل النيم البراند روز يعني اه دي حاجه تبع شغلكم معلش. لوكيشن اهو، نروح مثلا عاملين كده اهو كده اهو. انت اهم حاجه عندك الموبايل، يعني الموبايل ده اللي هيفرق. انت بتشوف انت بتدوس عليه بيعمل لك حاجه اسمها اوتو على طول صح كده؟ صح كده. موبايل 012 075 75 54 هو في ان انا اربطه على طول، ان انا اعمل له زي هايبر لينك. هايبر لينك بس هنا مش موجود، هو هنا. طب استنى كده نخلي دي كده مثلا، تعال نفتح بقى الاوتلوك. تعال انا عندي اوتلوك هنا، صح كده؟ صح كده. أهو على لينك، كان في لينك هنا كنت أنا بعمله براوز بيجز في فايل، لا مش عارف دي مش فاكرها. طب لو دوست كده ماشي، ممكن حتى نخليها بعدين، بس حبيت افهمها بصراحة. اه لا بص انا مش فاكر اول لينك ده قوي، بس هو بيفتح يعني انت تدوس على اللينك يفتح فعلا. بص اهو هو ده ده يا جماعه، ده الجدول اللي تقدر تبعته في الميل، وتقدر بقى تظبط الجدول ده تعمل له حاجه اسمها كليك يمين، حاجه اسمها اوتو فيت اوتو ويندو الكلام ده، يعني تبقى قد الويندو كلها وهكذا بس، وتبقى بالمنظر ده. يا بس الحته بتاعت الاتصال، وازاي ان انا احط لينك في ال يعني مثلا في لينك عندي عايز احطه لحاجه او بيج او كده، احطه ازاي على الاوتلوك؟ اه لا ما انا قلت لك، لا اللينك سهل، اللينك زي ما انا قلت لك اهو، يعني اللينك يعني مثلا لو انا عايز اخلي مثلا رقم موبايلي ده مثلا بلينك، اعمل هنا لينك واعمله اللي هو براوز بيجز، لا فاير ريسنت ثاني ايميل ادرس اللي انا ادوس عليه واخليه يعمل زي الايميل ادرس، بس هي بتبقى في اللينك هنا بنت لذينة، انا مش فاكرها قوي والله، بس هي بتبقى في اللينك هنا، يعني اللي هو ان انا اقدر اعمله كلينك هنا، بس مش فاكر القصه دي قوي والله، يعني انا لا مش فاكرها قوي. وليه قوي طبعا، بصوا المنظر ده يا جماعه اللي انتم شايفينه ده كده هتشوفوه دلوقتي في الـ في الـ في اسمه ايه ده، في الوورد دلوقتي. الوورد اه في الوورد المنظر ده كده، المنظر اللي انتم هتشوفوه ده تيبل ديزاين واللاي اوت ديزاين ده هتشوفوه ده دلوقتي في الوورد، يعني هتشوفوا دلوقتي المنظر ده كده في الوورد، بس انا بصراحه انا مش فاكر، يعني اديني بس يا محمد يعني حتى في البريك كده حتى ادور لك عليه واجيبها لك ما اصل تقلقش هو انا. بصراحة بيبعت لي من اتش ار، وانا ما بحبش اكلمه، مش عايز اساله على حاجة. لا ما تقلقش. حد صح يا جماعه بيستخدم شات جي بي تي ولا لا؟ لا صعب بستخدمه. بس اكيد مش الاستخدام اللي انا، بصوا خلينا في اخر المحاضره هوريكم ازاي تستخدموا الشات جي بي تي، شات جي بي تي ده هينفعكم يا لهوي، هينفعكم كتير جدا. فتعالوا بقى كده نقفل ده بقى كده، شكرا لحضرتك، شكرا ليك، شكرا ليك، ونخلي خلي المنظر ده كده بعدين، يعني خليه كده على جنب كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين، على طول بقول الجمله دي وانا في اليوتيوب. انتوا عاملين ايه يا شباب؟ اخباركم ايه؟
الحمد لله. حد انا عنده قناة اليوتيوب ولا لا؟ صح تمام. لا ده انا شاطر على فكرة، مشهور قوي، ده انا عندي 55,000 مشترك. المهم دلوقتي يا شباب احنا النهاردة هنتكلم عن الوورد. ايه هو الوورد؟ ده برنامج تحرير نصوص او تظبيط نصوص، مش هتلاقي زيه تاني. برنامج حلاوته ان انت تقدر تظبط اي نص ايا كان ايه هو، وتقدر تعمل تعدل عليه وتقدر تعمله هايلايت وهكذا، مش هتلاقيها غير في الوورد بس. الوورد فيه تفاصيل فيه وحاجات املائيه وحاجات نحويه وهكذا، مش هتلاقيها غير في الوورد فقط. الوورد فيه تفاصيل ان انت تقدر تعمل جوابات وتقدر تعمل كمان تقدر تعمل فيه عمليات حسابيه. يعني اللي انتوا ما تعرفوش يا جماعه ان الوورد تقدروا تعملوا فيه عمليات حسابيه، جمع وطرح وهكذا في الوورد. فهو ده اللي انا جاي اتكلم فيه. الوورد من اشهر الحاجات اللي موجوده في الاوفيس، هو طبعا والاكسل والباوربوينت وهكذا، بس الوورد مشهور جدا في مجال الكتابيات والتنسيق والتنصيص وهكذا. ف اول ما نفتح الفايل هيجي لنا، يعني اول ما نيجي نفتح الوورد هيجي لنا المنظر ده كده تمبلت. هل بيجي لكم بالشكل ده ولا تماما الشكل ده كده، في تمبلت موجوده فيه. ممكن لو انت عملت مور تمبلت يجي لك فيه. الناس اللي هي بتبقى عايزه مثلا تعمل سي في، ممكن تيجي تكتب هنا وتكتب سي في وتدوس انتر، هيجيب لك السي في اهو. حد سمع عن حاجه اسمها اي تي اس قبل كده؟ اي تي اس النظام اللي بيعدي عليه السي في. كويس كويس قوي. اسمه ابلكيشن تراكنج سيستم، صح؟ كويس. لو كتبتوا هنا بقى اي تي اس، سبحان الله هيجي لكم. تخيلوا بقى، شفتوا اي خدمه؟ يعني تقدروا دلوقتي تنزلوا اي نسخه سي في زي ده. ممكن نعمله مثلا كرييت اهو، نشوف اهو ان احنا نقدر نعدل على الشيت اهو. بصوا بالمنظر ده، انتوا ما تعملوش حاجه، يعني انتوا مثلا تغيروا بس الاسامي. يعني مثلا ده يبقى محمد تحسين، مثلا دي نصغرها سن عشان يتكتب اسمي بالكامل، يعني يبقى مثلا ده 46 مثلا، عشان بس تشيل الان في الاخر برضو. لا اله الا الله، خليها مثلا 44 مثلا بس كده، كويس قوي. ممكن تاني معلش يا دكتور، يعني الجزء بتاع الاي تي اس ده تاني معلش. انا اسف، انت عارف الاي تي اس يا محمد صح؟ عارف. ايوه كده يا عم محمد، تعالى بص بقى هقول لك. بص الاي تي اس ده نظام اسمه ابلكيشن تراكنج سيستم يا جماعه. اللي ما يعرفش ابلكيشن، اسمه ابلكيشن تراكنج سيستم. ده نظام بيعمله الاتش ار علشان يفلتر بيه ال السيفيهات اللي بتيجي او السي فيز اللي بتيجي علشان يختار الفلاتر، او يختار قصدي الكلمات اللي هو عايزها، مثلا زي اس كيو ال، مدير مشتريات، مدير مبيعات، مثلا ايه، مثلا كان اونر مثلا في حاجه، سي او. اسمه الابلكيشن تراكنج سيستم ده. فده مش كل الناس بتعمله، فانا هقول لكم بتعملوه ازاي. تيجوا هنا عند مور تمبلت، ترجعوا هنا فايل، تيجوا عند مور تمبلت وتكتبوا زي ما انتم عايزين. يعني مثلا تكتبوا اي تي اس، دوس انتر. صح كده يا بنات، انتوا عارفين الموضوع ده؟ تمام. وتختاروا بقى الشكل اللي انتوا عايزينه. يعني ده الشكل ده شكل ملائم، او الشكل ده برضو شكل ملائم. يعني انا السي في بتاعي متهيألي نفس الشكل ده كده. وتيجي هنا وتختار اهو، حتى احنا مختارينه اهو فوق اهو، ونختار اهو دبل كليك اهو عليه، ونعمل مثلا دي كده مثلا على 44، ونكتب مثلا هنا محمد. حتى والله شكل الخط جميل، يعني شكل السي في حلو، صح كده يا محمد؟ لا والله يعني شكله محترم كده. وتغير بس الاسامي، يعني انت مش محتاج تعمل اي حاجه غير ان انت بس تغير الاشكال دي بس، مش اكتر. انتوا فاهمين قصدي يا شباب؟ والسي في كمان لو تلاحظوا السي في هنا، بصوا هنا كده بيتقسم لاثنين. يعني بمجرد ما تدوس اثنين كده هنا، عملها لك تو كولومز، اللي انت تضيف هنا كمان، يعني تضيف هنا وتضيف هنا. فطبعا لما الاي تي اس ده السي في بالمنظر والسمبلتي، السمبلسيتي، صح كده يا سناء؟ السمبلسيتي، ان انت تحط مثلا الحاجه دي كده بدون صوره ليك كده، البرنامج ده يعرف يقراها على طول.
تقدر بقى طبعا احنا طبعا احنا يعني دي حاجه تقدر مثلا هنا مثلا تقدر تعمل لو انت مثلا بتعمل كفر مثلا لحاجه تكتب هنا كفر تلاقي كفرات كتيره جدا لشركات كتيره قوي تقدر تعملها بالمنظر ده. تقدر مثلا تعمل ريسيرش يطلع لك ريسيرش الحاجات اللي بتعمل بحث ولا حاجه. بصوا الاشكال انا بحب اقول الاشكال بتاعت الحاجات الجديده دي. بصوا اللي بيعمل صوت اناليسز، مش انت قبل كده حما قلت لي على صوت اناليسز؟ اي صوت اناليسز اهي، اي كده صوت اناليسز اهي اللي هي سترينث ويكنس وثريت واوبورتيونيتيز. دي كده صوت اناليسز وشويه تفاصيل كده كتير. ده اول ما انتوا تفتحوا هتلاقوا بوست تمبلت بكتير قوي قوي تقدروا تعملوها. دي يا دكتور بتبقى افيلبل من غير كونكشن اونلاين صح؟ عادي من جوه الورد يعني؟ اه يعني لو في انترنت بسيط يعني، بس قصدي اللي هي يعني بدون فري يعني فور فري. تمام. تقدروا تعدلوا في الحاجه بس مثلا الحاجات دي. في حاجات مثلا حلوه قوي زي كده مثلا تقدروا انتوا مثلا كل الحاجات دي المنظر ده هيعجبكم قوي. الحاجات اللي هي بتبقى معموله بالشكل ده كده باك جراوند يعني باك جراوند كويس قوي. ايوه صح صح صح. بنقفل دي كده لحظه. في تفاصيل كتير جدا بتلاقوها في التمبلت دي. على فكره التمبلت دي بتبقى حاجات جاهزه، بتبقى حاجات جميله جدا يعني. انتوا مثلا لو فتحتوا ريستورانت بروشور مثلا دي حاجه تخصك انت متهيألي يا محمد. حاجات ريستورانت بروشور بصوا المنظر جميل ازاي. تقدروا تعدلوا وتعملوا حاجات جميله قوي قوي. هو حلو صراحه يعني، هو جميل يعني. انا بحب الورد يعني انا بحب. وكمان في مجال الداتا اناليسز لما بنيجي بنشتغل بنعمل حاجه اسمها بروجكت سكوب. بروجكت سكوب وبنقدر ان احنا نعمل له تحتيه مثلا احنا عايزين ايه من البروجكت ده وهكذا. فنروح بقى على الجزء بتاعنا احنا بقى كده ونقفل ده كده. كمان نعمل هنا الحاجات اللي انت بتحبيها دي سناء، الحاجات اللي قلت لك عليها دي، الحاجات الحركه دي. ايوه تمام. تعالى بقى كليب بورد. نشرح اول حاجه الهوم كليب بورد. زي ما رشحت لكم في الاكسل قبل كده الحاجات اللي بتبقى هنا كده اللي بتبقى كوبي اللي احنا مثلا نجيب محمد دي. وعشان نتنقل ما بين محمد ومحمد هنعمل تاب. عارفه التاب دي؟ تاب. دوس كده كده عملناها محمد كده. لو احنا عملناها كت ونقلناها هنا كده تتنقل محمد ده هنا. ده كده الكليب بورد الحته الصغيره دي. الفونت بقى، الفونت عباره عن اللي انت بقى تعدل بقى فيه حاجات اللي انت مثلا دي مثلا تبقى محمد دي مثلا تخليها تبقى 20 تخليها مثلا تبقى الكلمه دي تخليها بولد تخليها ايتاليك تخليها اندرلاين تخليها كانها مشطوبه بالمنظر ده كده. وان انت مثلا تقدر تكبرها وتصغرها براحتك وتخليها بالمنظر ده اللي هو حاجه اسمها سمارت ارت. اسمها ايه؟ سمارت ارت اسمها ايه هنا؟ وورد ارت. وورد ارت صح كده صح. السمارت ارت دي فعلا في الباوربوينت صح. مذاكره انت برضه ثاني. دي كده اسمها وورد ارت. تعمل بقى اوت لاين تعملها بقى بالمنظر ده كده اللي هو مثلا تبقى تخليها مثلا برتقاني تعمل لها اوت لاين حاجات زي كده. ده انا برضه عملها لكم من هنا دي برضه. وتقدر مثلا تعمل الكلام ده مثلا هايلايت. بصوا هو كل الناس بتقول لي يعني كل الناس اللي انا يعني الناس اللي هي بتبقى موجوده في مجال ليجل ومجال الكتابه بيقول لك ما تعملش هايلايت كتير يعني ما تعملش هنا كده هايلايت وما اعرفش ليه يعني. فمع ان انا بعمل هايلايت. حد عنده فكره في الموضوع ده يعني؟ الناس يقول لك ايه ما انصحش حد ان هو يعني في الناس الليجل ده يقول لك احنا ما بنعملش هايلايت ورا الكلمه يعني ما بنعملش كده ونعمل هايلايت اصفر مثلا. فاهم قصدي؟ ودي لسه ما اعرفش دي يعني ليه يعني. فاهماني؟ دي بقى الكابيتالايز. الكابيتالايز دي الحاجات دي حلوه قوي. بصوا يا شباب الحته دي، الحته دي يا محمد مش هتلاقيها في حته، مش هتلاقيها في حته ثانيه غير في الوورد. بص الحته دي، بص هنا، دي هنا سنتنس كيس. لو انت عملتها لور كيس بص محمد اولها ام كابيتال. لو انت عملتها هنا كده هتلاقيها محمد بقت ام سمول. خدت بالك؟ بص هنا لو انت عملتها ابر كيس بص هتلاقي كلها بقت كابيتال. لو انت عملتها اللي هو كابيتالايز اتش وورد اهي. فانت طبعا طبعا لما انت مثلا تيجي مثلا هنا ويكيبيديا وناخدها مثلا مثلا انجلش مثلا نكتب مثلا انجلش وناخد لا انا عايز انجلش يعني انا عايز ويكيبيديا انجلش اي اي. لو انت مثلا جيت وكتبت في اللغه مثلا زي دي كده مثلا وخدتها كده كوبي وعملتها هنا كده بالمنظر ده
هتلاقي بص لو انت عملت ابر كيس، بص تلاقيهم كلهم ابر كيس، خدت بالك يا محمد ولا لا؟ بص هتلاقي المنظر ده كله كله ابر كيس، كله كانك فاتح الكابس لوك، او يعني كان الكلام كله بالكلمات الكبيره. لو انت عملتها كابيتالايز اتش وورد، بص بقت كل كلمه ليها. على فكره انا بحب الكلام ده جدا، انا بحب ان كل كلمه تكون كابيتالايز، لان انا على طول بستخدم شيفت على طول وانا بكتب اول حرف من كل كلمه. فهو الراجل ده بصراحه عامل معانا شغل كويس قوي. وتوجل كيس بس هي بتبقى اغلبيه الحاجات كلها انا بستخدمها اللي هي كابيتالايز دي، او سنتنس كيس دي لا انا بحب الكابيتالايز احسن، بحب اللي هي تبقى كله اول حرف من كل كلمه تبقى كده. هنا ده بيكون اللي هو ما ينفعش تبقى تكتبها بالمنظر ده، ده جرامرلي اللي انت تعملها كده اند، وده ما ينفعش تكتبها غير كده كجرامرلي او اللي هو تنسيق للكلمات، تبقى بالمنظر ده كده وهكذا. طب لو انا عايز اعرف كل دولت فين، يعني اعرف الازرق ده الاقيه فين، الاقي هنا كده في الريفيو واجي عند تشيك سبيلنج بالمنظر ده كده، يقول لك ده الجرامر اللي بتاعه. سامعيني ولا ايه؟ اه سامعين حضرتك. فاهمين قصدي ايه؟ اللي انت بمجرد ما بتيجي تشوف اللي هو السبيلنج بتاعه يقول لك مثلا ايه اند، لا كونسيدر يعني وي ريد اوف مايس اند من، بدل بط دي تبقى بط بالمنظر ده، بدل اند دي تبقى اند دي. فاهمين قصدي يا شباب كجرامر؟ فانت تعملها مثلا كده جرامر، تبقى اند دي بالمنظر ده، او تختار دوس كليك يمين على الكلمه وتدوس زي. طب لو انا عايز اعرف مثلا كسبيلنج غلط، مثلا كتبت مثلا ديفرنت كده ودوس انتر، بص يعمل ايه ديفرنت غلط، خط احمر. لو دوست كليك يمين هتلاقيه جاب لي ديفرنت وجاب لي الكلمات اللي شبهها. نعم سجستنج، صح سجستنج، كلمة suggesting دي بتلخبط كده، suggesting كلمة رخمة شوية، زي confidentiality. أنا في واحد ما يقول لي confidentiality ما هوش يقول. فدي كده different، تعملوها كده different، ده كده grammarly وspelling. فنيجي بقى هنا تاني، نيجي للجزء ده كده. فهمت يا محمد الحته دي؟ الحته دي جميله قوي على فكره، حته التشينج كيس دي والابر كيس والحاجات دي، حاجات دي حلوه قوي فعلا. انت معايا صح؟ انت معايا صح يا جماعه؟ انتوا كويسين صح؟ الحمد لله. اه تمام يا دكتور، الله ينور، مركزين معايا. طب الحمد لله، طب الحمد لله. هو مين اللي كنت بقول لها عامله ايه؟ انا يا دكتور. انت عامله ايه يا رب؟ انا زيت فل يا ستي. لا عامله اكل ايه؟ انا مش بقول لك عامله ايه، انا ما بقولش لوالدتي عامله مكرونه. انا بقولش لوالدتي انت عامله ايه، تقول الحمد لله. تمام تمام ماشي يا ستي. ونيجي هنا بقى، نيجي بقى للحاجات اللي هي الاستاذ بقى، اللي هي الحاجات الصح. الوورد يا محمد، قصدي الاكسل، ما بيكتبش فيه معادلات رياضيه زي الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، ما بيكتبش فيه كده. اما الوورد بيكتب فيه الحاجات دي. بص كده الحته دي، بص كده CO2، بص مكتوبة ازاي من تحت، واتنين قص تلاتة. انت فاهم قصدي؟ الجزء ده مش بيكتبش على الاكسل. لا هو اللي انا فاكره هو ما بيكتبش على الاكسل، يعني الجزء بتاع CO2 دي ما بيكتبش على الاكسل. دي قص دي مش بتتكتب على الاكسل. قص دي فين يا جماعة؟ اللي هي علامة 8 من فوق دي، حد يعرف في الكيبورد فين؟ لان انا مش عارف الكيبورد فين بصراحة، يعني انا عندي الكيبورد فلات فمش عارف دي القص دي فين. فهي بالاخر بيكتب اللينر والارجبرا والكلام ده، الجزء بتاع الفوق. وطبعا بقى الحته دي بتاعت اللي انت تكلير فورمات. معلش يا دكتور بعد اذن حضرتك، اتفضل. ال CO2 وال2 اس 3 دي انا بكتب يعني كله ورا بعض وبعدين بدوس على لا لا هي ايه؟ صح صح انت كلامك صح. بص كده لما تيجي تكتب ايه كده، بص ايه يبقى H وتروح دايس هنا كده 2 وبعد كده تشيلها تاني O. لا تطلع لي فوق. بص يا دكتور انا بكتب H2O وباجي على 2 واروح اعملها بقى ادوس على ال صح 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 ثانيه اهي، يبقى لحظه اهي H وبعد كده 2O وبعد كده نيجي عند 2 دي كده ونروح منزلينها عند دي كده صح كده، ونكبر كده ونخليها كابيتالايز اهي ابر كيس بس كده. جميله اهي. حلو قوي. تعالوا بقى الحتة دي، بصوا ده الكلير فورماتنج اللي هو مثلا لو الكلمة مثلا كده نروح معلمين عليها ونروح عاملين كده، هوب رجعها لنا كأنها قرعة خالص، ما فيش أي حاجة
يعني مفيش اي فورمات عليها، كانك لسه كاتبها حالا. تمام، نيجي بقى عند جزء الباراجراف. الباراجراف، تعالى بقى كده الباراجراف انا لسه جايبه حالا اهو. نعمل كده تحليل البيانات. بصوا يا شباب، انا عندي شيت كنت انا عامله اهو اسمه تحليل البيانات، يعني كنت كاتب فيه شويه حاجات، فلما اجي اخده كوبي من هنا وانقله هناك، بصوا بقى ادوس هنا كليك يمين، في اكتر من حاجه ترد بيها. لو دوست على دي هينقلها لي بنفس الفورمات ده، الفورمات ده مش الفورمات بتاع الشيت اللي عندي اللي هو ده، لا بالفورمات الشيت ده. لو انا دوست كده هينقلها لي بالفورمات الشيت ده، الشيت اللي هو اللي انا خدته منها اللي هو السورس. طب نرجع تاني، طب لو انا دوست كليك يمين ودوست على دي هينقلها لي بفورمات الشيت بتاعي انا اللي هو ده اللي هو فيه الباراجراف ده، خدت بالكم؟ طب لو انا دوست كليك يمين ودوست على دي، قصدي الصوره دي، دي هتبقى صوره، دي صوره، خدت بالك؟ دي صوره مش 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 ماشي يا دكتور. لو نعمل التكست بالانجلش ممكن يبقى يعني اكتر شغلنا، يعني اقرب لكده. يعني ايه التكست نفسه بالانجلش؟ يعني قصدك الكلام اخده بالانجلش، يعني ادور عليه بالانجلش يعني؟ لا يعني اي تكست بتحطه عشان نشوف ازاي بنقدر نشتغل عليه وبيبان ازاي يكون بالانجلش. حاضر اهو الانجلش اهو، اصل انا كنت معدلها اهي، اصل ده اكثر استخداما يعني عند الشغل. اهو تعالى نستنى كده وننزل تحت خالص كده اهو، اهو وندوس كنترول انتر اهو، نمسح دي كده ونعمل ده الانجلش اهو. يعني نفترض مثلا ان هو ده كده الشيت ده وانا عامله بالانجلش اهو وكده، ونعمله مثلا مفيش اندرلاين ونخليه باللون الاسود، ونخليه الجزء ده كده يبقى ابر كيس. لا 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 انا اقصد في اللي حضرتك كنت بتنقله يعني ايوه، ما انا هنقل ده بقى، ما انا بظبطه ده عشان انقله هناك. تمام اهو، وهنيجي هنا مثلا نخليه مثلا بي جي دي مثلا كده باندرلاين اهي، ونخليها باللون الاصفر، ونعمل هنا كده ويكيبيديا ونخليها باللون البرتقالي. ومثلا اهو هنيجي مثلا ناخدها كده كوبي صح كده، وهنروح هناك في الناحيه اللي انا فيها دي. تمام، وهدوس كليك يمين، في اكتر من اوبشن في الكليك يمين. لو انا دوست كده على ده اللي هو هينزل بنفس السيم اللي هناك. تمام، لو انا دوست ده على دي هينزل لي بدون اي فورمات، بدون اي لون. يعني مش انا اعملها هنا كده بالوان، مش انا اعمل هنا لون اصفر ولون برتقاني، خدت بالك دي؟ تمام. بص هنا مش هتلاقي اي حاجه هنا، مش هتلاقي اي حاجه هنا باللون البرتقاني او الاصفر. طب تعالى نعملها تاني، تعالى مثلا نجرب مثلا باللون ده، ده كده نقلها لي بنفس يا دكتور نصلي المغرب ده. اتفضل. انا اسف، اتفضل، انا متاسف. ماشي، انا هوقف الشير وهنعمل الميوت بس بعدكم يا جماعه، اتفضل. أنا متأسف والله،
انا مش سامع. قول شغال. انا بس مدي بس بريك. مدي بس بريك. Thank you.
يلا بينا يا شباب. محمد انت جيت؟ تمام يا دكتور معاك. يلا بينا، تعالى بس نعمل كده ونقول الو. تمام، فكده ان احنا بننقل من الشيت ده كده. بصوا اللي هي اللي انا بنقل الشيت ده بالفورمات دي، اسمها فورمات الاصفر ده او تنسيق، بنقله كده في الشيت. هنعمل كده كنترول زد وهنيجي نعمل هنا كليك يمين وهنعمله بالمنظر ده، فبنقله بالفورمات بتاعته. فاهمين قصدي يا شباب؟ الو. ايوه يا دكتور فهمت. تمام يا دكتور معاك. تمام. السورت، بصوا يا شباب الجزء ده كده، الجزء ده الجزء ده برضو اللي هو بتاع اللي هو من اليمين للشمال وهكذا، لما بتيجي تعمل الحته دي كده كده، ده تقدر تخليه من اليمين ويبقى البدايه بتاعته من اليمين كمان اهو بالمنظر ده، او تخليه من الشمال ويبقى البدايه بتاعته من الشمال. تمام. وهنا ان انت طبعا تقدر برضو تخليه برضو يبقى هايلايت برضو بحاجه، يعني الالوان بقى اللي انتوا عايزين تعملوا هايلايت بتاعتها، وكمان تقدروا كمان اللي انتوا تعملوا زي تنسيق ليه، او اللي انتوا تقفلوا على حاجه معينه، مثلا الكتابه دي كده مثلا اهي، تعملوها كده بالظبط، يعني تعملوها زي تغليف او اللي هو حدود ليها. تمام. سامعيني كده صح؟ بس برضه معلش بالراحه شويه يا دكتور، او الايكون اللي بنقف عليها يعني. انا متاسف، انا متاسف. حاضر حاضر. لا معاك، مش حضرتك بتاعت تاني، انا لسه راجعه من الصلاه. انا اسف. انا متاسف. حاضر، انا اللي متاسف. اتفضل. بصوا يا شباب دلوقتي انا الكلام ده كده على الشمال، فانا بقول له ايه، لا انا ممكن اخليك كمان على اليمين وتبقى بدايتك على الشمال، او تبقى بدايتك على اليمين محاذاه الصف اللي هو تبقى كده بالظبط، تبقى البدايه كده من على اليمين، بس انا طبعا بتكلم انجلش فهخليه بالشمال. تمام. وطبعا نقدر ان احنا نخليه كده، نعلم على الجزء ده كده وندوس على البوردر دي كده، او نخليه من بره كده يتعمل بوردر زي حدود كده ليه. تمام كده يا شباب. تمام. هنا بقى الحته الجزء ده هنا نقدر نعمل سورت. سورت يعني ايه؟ بصوا ده محمد ومصطفى ومينا وهكذا، كل علينا ان احنا ممكن نروح معلمين عليهم كده كنترول اي، ونروح جايين هنا صورت. شايفين يعني ايه صورت يا شباب؟ ترتيب، ترتيب اللي احنا نرتبهم. فبيقول لي بقى ايه، انت عايز ترتب التكست ده ascending ولا descending، يعني تصاعدي ولا تنازلي، اقول له اي حاجه بس بحيث ان هي تبقى نازل. يعني مثلا في الاسماء دي خليها من ايه، يعني من اي بي سي وهكذا، فتصاعدي ابجدي ابجدي بالظبط. A B وهكذا، غاد A احمد غادة مصطفى، الام والان او بي كيو دي في الاواخر خالص، الامات دي في الاخر. طب تعالى في الارقام 3 5 2 10 30 1 4 ما اعرفش ايه، فهنروح معلمين عليهم كلهم كده ونيجي عند هنا كده سورت ونقول له ده نمبر، ده هو حتى اراها ان هو نمبر، فبيقول لي من اسندنج، اقول له اقول له بص ادي 1 2 3 4. كان بص كان الاول كان ايه وليد، انت كده سامعني كده كويس؟ معاك يا دكتور. بص كانت الاول 3 5 2 ما اعرفش ايه، دلوقتي بعد ما انا عملتها بقت 1 2 3 4 5. تمام كده؟ تمام. اللي هو السورتنج. وانا يعني ينفع اعمل جدول وانا بكتب مثلا باراجراف صح؟ طبعا تنفع تعمل جدول. طبعا. انا هوريك اهو، ما انا في انسيرت هنا وتقدر تعمل جدول اهو. بس انا لسه يعني ما وصلتلهاش، فاهم قصدي؟ تمام. ماشي. تعالى بقى كده كده احنا خلصنا دي. بص بقى يا ستي سناء، بص الحته دي، ده اللي انا كنت بقول لك عليها من الاول، الحته بتاعه الكولابس دي الفكره في الحته دي في الهيدنج ده. بصي هقول لك على معلومه حلوه جدا جدا جدا، واسمعها مني بقى محمد، الموضوع ده هيعجبك قوي. انا بعمل ايه بقى في موضوع الهيدنج ده؟ انا بختار الكلمه بكتبها مثلا يعني بكتبها عادي، يعني مثلا بالفونت ده بكتبه عادي، واروح جاي معلم عليها كده واختار ان هو هيدنج 1. هيدنج 1 ده بقى يعني ايه بقى هيدنج 1؟ ان انا بدي يعني زي كولوم. بص ترتيب ككولوم مثلا. بص هيدنج 1 ده اللي انا بقول له ده رقم واحد في الترتيب، هيدنج 2 هيدنج 3 اللي هو زي ديبارتمنت كاتيجوري سب كاتيجوري وهكذا. طب ده بيفرق معايا في ايه؟ بيفرق معايا ان انا ممكن بعد كده
بعد ما اظبط كل دولت يبقى هيدنج 1. يعني بص لا بص كده ركز كده، فهعمل لك دي حركه كده هوم وانسرت وما اعرفش ايه. فممكن بقى اجي بقى في حته الديزاين ده كده واختار الهيدنج 1 اللي انا عايزه. يعني ممكن مثلا احط لهم مثلا الشكل ده كده مثلا، بص الشكل ده هم كلهم خدوه. ان انت هيدنج 1 ده اللي انت بتقول لهم ايه ده الشكل ده كده زي ايه، مش عارف اشرحها لك ازاي، بس هقول لك ازاي الشكل ده لما اجي اعدل عليه يتعدل على كله. بص اهو يعني ده مثلا، بص ده الهيدنج 1، بص ده كده اهو. ممكن بقى في سيمه اهي كده كتير اهي اهو بالمنظر ده مثلا. طب اقول لك على حاجه، استنى ممكن نعمل ايه، ممكن نخليها بالمنظر ده كده. بص بقى لما اجي افرد دي كده بقت الهوم تحتيها شرطه وبقت الانسرت تحتيها شرطه وهكذا. طب تعالى بقى نعدل في الهيدنج 2، الهيدنج 2 اهي، هنيجي هنا كده الهيدنج 2، نيجي برضو كلمه ديزاين وتقعد تعدل. هي ما فيهاش غير هيدنج 1 بس هو ده اللي بيتعدل فيه، بس الهيدنج 1 اللي هي الجزء بتاع الهوم بس هو ده اللي بيتعدل فيه في كلمه الديزاين. انا قصدي ايه، انا قصدي ان انت في الهيدنج 1 دي اهو تقدر ان انت اي كلمه تتحط تحت كلمه هيدنج 1 تقدر تعدلهم كلهم مره واحده. فاهم قصدي؟ فاهمين قصدي يا شباب ولا لا؟ الو ايوه مع حضرتك. تمام، بصوا بقى الهيدنج 1 بقى كمان حلاوتها بقى في ايه، ان بمجرد ما بكتب اي حاجه، تعالى نكتبها هنا كده مثلا وليكن في الجزء ده مثلا، مثلا اس اي اس ده المركز اللي احنا فيه، فهنيجي نعمل هنا نخليه هيدنج 1 تمام، وهنيجي ندوس انتر وهنقول له مثلا تحتيه مثلا مين، تحتيه مثلا محمد تحتيه، وده نخليه هيدنج 2. هيدنج 2 ده اللي هو ايه زي سب كاتيجوري كده، وتحتيه مثلا مصطفى، ونخلي مصطفى ده برده هيدنج 2. فبمجرد ما باجي ادوس على دي كده اتقفلت كلها، بقى ده الديبارتمنت او القسم الكبير بتاعنا. لما نيجي ندوس عليه يروح قايل لك ده تحتيه محمد وتحتيه مصطفى. لو انا عايز برده اخلي تحت محمد حاجه اروح جاي هنا كده واروح قايل ده هيدنج 3 مثلا، اكتب مثلا هشام مثلا، فاقفل دي كده افتحها تاني الاقي محمد دي ممكن دي تكون لابس دي. فاهمين قصدي يا شباب؟ ايوه فاهمين. فاهمين الحته دي، فاهم دي الحته دي يا وليد؟ تنفع زي الفهرس كده مثلا. بالظبط هي فهرس، بالظبط هي فهرس اندكس كده اللي انت بتظبطها كده، واول ما تعملها تتفرد معاك الحاجه. تمام تمام تمام. فدي بتبقى حاجه، معلش يا دكتور في الجزء في الهوم، ايوه في الباراجراف اول ثلاث ايكونز على الشمال. ايوه ما ايوه حاضر حاضر حاضر. دي بتاعت هقول لك انا دي بتاعت الدوتس، هوريك دلوقتي لحظه نقفل بس. تبقى يعني بنواجهها كتير واحنا بنكتب او بنعمل ليست مثلا. مثلا بص شايف الكلام ده كده مثلا، ده الدوتس. تمام. انت مثلا تروح عامل عليها كده في الهوم دي كده، تخلي مثلا ده العامل ده كده، ونخلي تعلم على دولك كده مثلا دولك كده، وتخليها بالدوتس بالمنظر ده كده. طب الدوتس دي ممكن تمام. تعملها ايه، او البولت، البولت ممكن تخليها بالمنظر ده، تخليها كده. بص هي حتى تلاقيها بتتحرك، الدايره السوداء دي تلاقيها بتتحرك، بقت مربع. تمام. بقت بالمنظر ده كده. طب انا دلوقتي عايز اخليها حاجه تحت دي، يعني مثلا دي مثلا تبقى مثلا ثنائي كلوروفيل حمض الاسيتيك وما اعرفش ايه، نخليها بقى كده اللي انا اروح دايس على كلمه تاب، تاب هتلاقيها بقت داخله لجوه، او ان انت تروح دايس على الكلمه دي. شايفين الحركه دي يا جماعه، انكريز او ديكريز، شايف الحركه دي يا وليد؟ بس هو الصوت قطع بس. انا فاهم، انا سكت شويه. شايف الحته دي كده؟ بص مش احنا دي كده كانهم ثلاثه بوليت او ثلاثه دوت اهي، لما تيجي تدوس على ديكري انكريز دي كده بتلاقي دخلت لجوه كده شويه، بقت دي بقت دي تحت دي. وممكن كمان تخلوها اللي هو المنظر ده كده، تخلوها كده واحد اتنين، بس لو تلاحظ دي ما بقتش رقم، يعني ما بقتش رقم اتنين، لكن لو دي طلعتها كده هتلاقي اللي تحت دي بقت رقم ثلاثة. ده لو انا مثلا بعمل حاجة عبارة عن عناصر وتحت كل عنصر مثلا. بالظبط بالظبط صح، عناصر وتحت العناصر حاجات تانية تحتية وتركيبات ومعرفش ايه، فانت كل عليك بتروح جاي هنا كده وتروح عامل دي انكريز دي كده وتروح مدخلها تحتيها، فما بقتش رقم اتنين بقت دي تحتيها. انتوا فاهمين الحته دي؟ وهنا طبعا حته الجاستيفاي دي، الجاستيفاي دي جميله قوي يا شباب. بصوا لما دي كده
بصوا كلمة أجرتها دي طويلة إزاي؟ خدت بالكم الكلمة دي طويلة شوية، تعال نكبر الكلام ده كده وتشوفوها. بصوا طويلة إزاي هنا كده، الحتة دي طويلة. لما أجي أعمل هنا justify low هتلاقيها صغرت، خدت بالكم؟ اللي هي بتعمل justify، اللي هي بتعمل تنسيق، بتملى شكل الباراجراف عشان يبقى شكله أحسن. بصوا كده justify ده كده، ده العادي اللي هي أجرتها بص بقت عادية أهي. لكن لو انا عملتها justify low هتلاقيها ايه، الدراسه دي وسعت شويه، طولت شويه. لو انا عملتها medium اكتر هتلاقي اجرتها دي طولت اكتر. لو انا عملتها هاي هتلاقيها طولت اكتر واكتر، بقت المسافات ما بين السين والكاف بقت طويله. خدت بالكم النقطه دي؟ تمام كده، تمام كده. على فكره يا جماعه justify دي بتفرق كتير قوي، وده السبيسنج. السبيسنج ده بقى اللي هو ايه، المسافات اللي ما بين كل سطر والتاني. يعني بص كده 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 كده، خدت بالكم؟ اه تمام. دي المسافات اللي انت بتبقى عايز تخليها، يعني مثلا ايه، ممكن تكون واحد وربع او واحد ونص. واحد وربع دي كويسه، بتبقى حلوه يعني، بتبقى الى حد ما ظهر الكلام اكتر. تمام كده يا شباب؟ تمام تمام. فنقفل بس على الهوم دي كده لحظه. فكده احنا شرحنا الحته دي كلها. وطبعا بقى في طبعا الفايند اللي هي نافيجيشن باند دي، اللي هي ممكن مثلا تكتب وليكن مثلا زي تحليل مثلا، او مثلا او تكتب اي حرف يظهر لك اي حاجه، مثلا جون مثلا اهي، جون، او جاب لك الجون اهي الفايند اهي. وريبليس طبعا لو انا قلت له مثلا غير لي جون دي، لو انا قلت له غير لي جون باي حاجه تانية هتتغير. وسيلكت دي اللي هي بتبقى سيلكت الاوبجكت، دي بتبقى حاجه يعني عاديه خالص، احنا بنعمل سيلكت كده على طول مش محتاجين حاجه. دي اسمها النافيجيشن بان الحته دي. والادنز والتيرا بوكس دي مش موجودين عندكم، لان الادنز دي حاجه بتبقى اضافات تخش على الاوفيس. يعني لو انت دوستوا عليها كده هتلاقوا شات جي بي تي واوتو بايلوت وحاجات كده كتيره ممكن تضاف عندكم في الوورد. تمام كده يا شباب؟ سامعيني كده كويس؟ اه تمام تمام. قائمه الانسرت، بصوا يا شباب الانسرت تعالى بقى نفتحها بقى كده كده اهي. قائمة الانسرت البيجز، بصوا يا شباب الحتة دي ممكن تعملوا مثلا كفر. تعالى بقى في الحتة دي كده ونعملها هنا كده، نطلع فوق هنا كده. تقدروا في الانسرت دي تعملوا كفر بيج، دي كفرات تقدروا تضيفوها في الشتات عندكم، كفر للأول الأول صفحة فوق خالص دي. يعني مثلا تعالوا مثلا بصوا الشكل الجميل ده كده اللي هو السيدة ده خالص، يبقى دوكيومنت وتكتبوا الحاجه بتاعتكم، تكتبوا السبتايتل والاسم والكومباني وكل حاجه. ده بيبقى كفر للكتاب او المستند اللي انتوا هتودوه، وبعد كده تكتبوا الكلام تحتيه. ده اللي اسمه لو انا عملت برنت يا دكتور هيطبع معايا صح؟ اه طبعا. اه تعالى نشوف، تعالى نجيب الكفر اللي هو الاسود ده، بس هيبقى واكل حبر. ايه هيبقى واكل حبر؟ تحفه تحفه. هندوس كنترول بي اهو، هيبقى واخد اول صفحه، يعني هو واخد الصفحه الاولى. بس شكلها حلو على فكره، يعني في الحبر مش هيبقى احسن حاجه. ايوه بس العام شبه يعني، تعالى مثلا نختار حاجه هاديه شويه. تعالى ده مثلا او ده مثلا اللي هو الصوره دي مثلا. الصوره دي يا جماعه شايفين الحته دي مثلا، تقدروا تدوسوا كليك يمين عليها وتعملوا تشينج بيكتشر. يعني مثلا تختاروا مثلا بيكتشر من كذا حته، ممكن اختارها مثلا من الديفايس عندي، اختارها مثلا من وورد اهي مثلا اهو. تمام كده يا شباب؟ تمام. ده كده اللي هو الكفر، تقدروا بقى تعملوا لينك كده وترجعوه كده. ده الكفر. البلانك بيج بقى، بصوا بقى الحته اللي جامده الجايه دي. لو انت دوست هنا ودوست على كلمه بلانك بيج، بص ركز، عدى الصفحه دي كلها والصفحه اللي بعديها دي كلها، ونزل الكلام للاخر. بصوا ركزوا كده في اللي انا هعمله تاني. بص انا بلانك بيج اهي، هدوس على كلمه بلانك بيج، بص ايه اللي هيحصل. المفروض ان الكلام اللي جنب ده كان المفروض ينزل في الصفحه اللي بعديها، صح ولا غلط؟ ده المفروض صح. بصوا نزل للصفحه الثالثه اللي بعديها، اللي بعد بعديها، فاهمين؟ فالموضوع دي يعني دي ما بحبهاش بصراحه. لكن انا بحب ايه، اللي هي البيج بريك. البيج بريك دي بينزلك للصفحه اللي بعديها على طول، اهي نزل للصفحه اللي بعديها. يعني انا بقول له ايه مثلا، انا عايز بعد الكلمه دي كده تبقى صفحه، اروح اعمل له بيج بريك، نزل لي الصفحه دي للصفحه اللي بعديها على طول. خدت بالكم يا شباب ولا لا؟ اي يعني اهو، تعالى كده نصغرها كده اهي، كده تبقى افضل شويه.
بصوا اهي، يعني انا عايز بعد الكلمه دي كده ادوس على بيج بريك. بصوا اللي حصل، نزلت للصفحه اللي بعديها، والصفحه دي هي اللي فيها الكلام، فاهمين؟ لكن بلانك بيج دي انا ما اعرفش تستخدم في ايه الصراحه يعني. دي كده حاجه. وكمان بقى بصوا يا شباب، لما تيجي تحبوا ان انتوا تنقلوا بعد دي كلها بيج بريك، تدوسوا كنترول انتر، هتلاقيها نزلت على طول في الصفحه اللي بعديها، كنترول انتر. يعني انت مثلا عايز بعد الكلام ده يبقى تحتيه فاضي، يبقى تحتيه فاضي صفحه فاضيه، تروح دايس هنا وتروح دايس كنترول انتر، نزلت للصفحه اللي بعديها. خدت بالكم يا شباب؟ تمام ولا ايه؟ تمام تمام. ده كده البيج. لحظه، التيبل الجميل ده، انا بحب التيبل ده. بصوا يا شباب، بحب اعمل ايه؟ انا عايز اعمل انسرت تيبل. هنيجي هنا في الصفحه الجميله دي برضو بتاعتنا اهو كده، ونعمل انسرت تيبل. هنعمل كده انسرت، مثلا انت ممكن تختار عدد الاعمده وتنزل على عدد الصفوف. خدت بالكوا ولا لا؟ خدت بالك يا محمد؟ بفضل زي الكنترول كده عليهم. انت لا، انت لسه ما دوسش على اي حاجه وليد، انت ما بتدوس بالماوس، انت بتمشي بس بيه كده. انا ما دوستش. تمام يا وليد؟ هو اخره لحد الصفوف اللي موجوده دي يا دكتور ولا لا؟ طبعا لا طبعا لا طبعا. طب ازاي نقدر نزود؟ اهو بتدوس اهو، كليك تدوس عليها وتدوس انسرت تيبل، وتلاقي في حاجه اسمها نمبر اوف كولومز. اقول له مثلا عايز اربعه مثلا، اربعه، ونمبر اوف رو مثلا اقول له انا عايز 100 مثلا، 100. دوس اوكي. يا كتير قوي. تمام كده؟ تمام. كتير قوي. تمام. فاقول له مثلا وليكن انا عايز مثلا شويه دولت مثلا، انسرت مثلا، اقول له انا عايز اللي هم شويه دولت مثلا، اللي هو مثلا دولت اربعه وشويه كده مثلا، وندوس كده. كده اتعملت ايه؟ ونوسع دي كده لتحت كده، ونقول له مثلا ده النيم مثلا، اللي هو الشكل ده، اللي هو الشكل ده. فيعني بدل ما اكتبه هو مكتوب اهو، وجولاي والاوجست وهكذا. لما بتيجي تدوس هنا بقى ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل يا سناء؟ سامعني؟ ايوه مع حضرتك. ايه اللي بيحصل؟ في هنا بقى حاجه اسمها ايكويشن. لما بتدوسي، لا ايكويشن مش دي خالص، لا مش دي. لما بتعمل دي كده، في حاجه بتبقى اللي هي بتبقى الفورمولا، قصدي معلش ايكويشن ايه؟ فورمولا. الايكويشن دي بتاعت الناس اللي بيكتبوا فيها الجبر والحساب المثلثات والكلام ده، الفورمولا. فبيقول لك بقى الفورمولا دي ايه بقى؟ بيقول لك سم ليفت، الليفت اللي هو الشمال، دول اللي هم الثلاثه دول. تمام كده يا شباب ولا لا؟ المعادله اسمها سم ليفت. وطبعا انت عايز النتيجه لما تيجي تطلع، تطلع كبرسنتج ولا تطلع بالاشكال دي؟ اقول له بص من الاخر انا عايزها تبقى بالمنظر ده كده، اللي هو يكون كده. والبيست فانكشن دي طبعا دي شويه معادلات هي موجوده فيها، افريج وكاونت وما اعرفش ايه، وبس كده. لو دوست اوكي جاب لي ان هي 8200. طب تعال نجيب اللي بعديها، نجيب اللي بعديها ايه؟ نجيبها مثلا ايه؟ افريج. افريج تعالى كده ونقول له لا انا مش عايز دي سم، انا عايز، ونبص بيقول لي اباف، بيقول لي اجمع اللي فوق. لا اقول له انا عايز الليفت، ونقول له اباف، قصدي افريج، قصدي افريج، واحنا ياسين اوكي. قال لي ان افريج الثلاثه دول 3600. انتوا تمام كده يا شباب ولا ايه؟ مع حضرتك. وتقدر طبعا في اول ما تفتح التيبل دي، في اكتر من، تعالى ناخد التيبل ده كده كنترول سي ونقعد نعدل عليه كده بره. تعالى بص كده اهو، اول ما تيجي بقى في طبعا تقدر بقى طبعا تعدل بقى في اللون بتاع الجدول، الالوانات بتاعت الجدول وهكذا. خليه مثلا باللون الاخضر ده الجميل ده، ونقدر طبعا ندوس عليه كليك يمين هنا كده وندوس اوتو فيت. فاكره اوتو فيت دي يا سناء اللي كنت بعملها مع الاوتلوك فوق مع محمد؟ ايوه فاكره لما انا قلت لك انا هنشوف المنظر ده في الوورد كمان شويه. بالظبط. اهو هندوس كده في الاوتو فيت، اللي هو يعني بقول له ايه، اعمل لي محاذاه للكلام، او نخليها بالويندو، الويندو دي هتتفرد خالص كده وهكذا. يعني انت اوتو فيت اهي حاجات كتير قوي، وطبعا تخلي الكلام ده كده مثلا في النص وكده، في اللاي اوت نخليها كده في النص. المنظر ده الالاينمنت دي اللي هي التنسيق، لو تفتكروا في الاكسل فيها حاجه اسمها الاينمنت، هنا الاينمنت، الجي سايلنت. وهكذا. والدايركشن بقى بتاعت الكلام اللي هو بيبقى يمين شمال وهكذا، يعني الكلام اللي هو ده يعني. ونقدر بقى نصغر شكل بتاع ده كده، يعني نشده من هنا كده، ما تشيلش ايدك من على الماوس يا وليد، فاهمني؟ سامعني كده يا وليد؟
اه معايا كده يعني ما تشيلش ايدك من على الماوس. تمام. تمام يعني تمام، بص كده وراك هتلاقيني واقف. تمام اهو كده اهو. والمنظر ده كده تقدروا بقى تشتغلوا بقى على اللقطه دي كده كلها، الفيو جريد لاين، يعني البروبرتيز بقى بتاعت الشيت اللي انت مثلا عايزه في السنتر، عايزه في الرايت، مثلا اللي هي مثلا حته الدرو تيبل. الدرو تيبل دي بقى بص يا شباب، الحته بتاعت الدرو تيبل دي تعالوا نوريكم كده حاجه كده ليها، استنى كده نعمل هايلايت هاي دي كده اهو انسرت، تعالى نعمله هنا كده، نعمل تيبل هنا كده لوحده، تيبل كده مثلا، ونوسع دي كده شويه، ونقول تعالى كده يا عم محمد ونعمل كده درو تيبل، نخلي مثلا كلمه هنا بالنص كده ولا حاجه، ونعمل مثلا اريس مثلا الحته دي كده بقت فاضيه. انتوا بقى بتعدلوا بقى، فاهمين قصدي ايه؟ ونروح مثلا عاملين جزء مثلا هنا. انتوا معايا ولا مع الاسف؟ معاك كده. اقول يعني الموضوع فيه تعديلات كده، فاهمين قصدي ايه؟ ممكن تعملوا بقى كده، عمالين يعني عمالين ايه، نعدل يعني مثلا، فاهمين كده اشكال ده درو يعني بتقعد تعدل. عايزين مثلا نمسح خالص، نروح ماسحين كده خالص، نمسح بقى خالص بقى حته فاضيه كده، نعمل ديليت للتيبل، تيبل كله، او نعمل برضو انسرت تيبل تاني شويه دولت مثلا كده، نكبر دي كده شويه، ونيجي في اللاي اوت دي كده، انسرت اباف مثلا اللي هو الجزء يعني مثلا، تعالوا هنا كده مثلا في الحته دي، ونقول له مثلا انسرت اباف اللي هو يفتح لنا زي، فاكرين في الاكسل كنا احنا بنعملها الحركه دي، اللي نعمل انسرت فوق، نعمل انسرت بلو اهو تحت كده مثلا، الجزء ده مثلا نعمل انسرت بلو تحتيه، مثلا الجزء ده مثلا نعمله رايت. انتوا فاهمين اللي انا بعمله ولا السلام عليكم؟ أيوة فهمت. ايوه احنا فاهمين. تمام انا فاهم، انا كويس. ونعمل سبليت اللي احنا نقسمها اتنين، اللي احنا نقسم الشيت ده اتنين. بصوا اللاي اوت بتاعت التيبل دي فيها تعديلات كتير جدا، انتوا فاهمين الفكره؟ كتير قوي يعني، تبصوا على الشيت نفسه تلاقوا التعديلات فيه كتير جدا، وطبعا بتعملوا الدايركشن والمارجن كمان بتاعت الشيت بتاعت قصدي التيبل ده، يعني بدل ما الكلام يبقى اخره مثلا، يعني بصوا اوريكم المارجن ده، خليها زيرو كده مثلا، خلي دي زيرو كده، هتلاقوا الكلام المحاذاه بتاعت الكلام اتظبطت، وممكن كمان نعمله كده كسورت، نعمله السورت بالنيم، ايوه تكست اسندنج، طبعا هنا عشان فاضيين فنشيل دي كده لحظة الروز، ونعمل دي كده سورت اسندنج، او نعمله ديسندنج اهو كمان ديسندنج، محمد كان الاول كانت هشام كانت هي اللي فوق، بعد ما عملته ديسندنج بقت محمد هي اللي فوق. انتوا فاهمين تمام ولا ايه؟ ايوه تمام مع حضرتك. تمام معلش انا متأسف، بس انا بحب ان انا عارف ان في ناس بتعاني مني في حته، انتوا سامعيني، انتوا معايا، انتوا كده يعني. فدي ده التيبل. نقفل بس شويه حاجات عشان انا بفتح ووردات كتير اهو. ده التيبل. في طبعا بقى الالستريشن اللي هي الحته دي، الجزء ده كله. بصوا بقى يا شباب الجزء ده بقى فيه شويه تفاصيل بالهبل، يعني فيه شويه تعديلات كتير قوي. تعالوا بقى نخليه كده على جنب كده شويه، يعني مثلا ايه، تعالوا نمسح ده كده كده، ونعمل هنا في الالستريشن دي، الالستريشن دي اللي هي ايه، بيكتشر، نختار مثلا زي وورد مثلا اهي، او ان انت ممكن تعمله اللي هو يبقى شيب اللي هو بيبقى اشكال اللي احنا كنا عاملينها من في الاكسل برضو، تختار الشيب وتبتدي تعدل عليه. الايكونز دي حلوه قوي، لو برضو في الوورد بتاع 2021 حلوه قوي. بصوا يا شباب الايكونز دي جميله قوي، يعني مثلا تقدر تختار اي ايكون من دولت، او لو انت مثلا في ايكون حد في دماغه مثلا ايكون معينه، ها اقول له يجيبها. السلام عليكم. ايوه مع حضرتك. مثلا وورد واي مثلا بوينت. نعم واي فاي واي بوينت واي فاي واي فاي واي فاي مفيش واي فاي. تعالى مثلا نجرب مثلا بوك مثلا، بوكس هيجيبها لي، بوكس هو عنده الايكون بيجيبها لي، يعني فاهمين قصدي ايه؟ يعني هو ونعمل انسرت فيجي لي الايكون اهي، نقعد نكبرها ونصغرها، حتى ايكون جميله يعني، ايكون محترمه يعني، ايكون نظيفه يعني، ايكون دي تبقى غاليه بره يعني.
ونقدر نعمل كمان انسرت في ال 3 دي موديلنج، دي برضو مش موجوده برضو عند كل الناس. ف السمارت ارت بقى الحاجات دي حلوه قوي بقى يا جماعه. بصوا الحته دي، الحته دي هتشوفوها في حاجات كتير قوي في ال باوربوينت. الحاجات دي حلوه جدا جدا جدا، يعني اللي هو تقدر مثلا تعمل اكتر من حاجه، يعني مثلا البروسيس، مثلا زي مثلا بروسيس مثلا اللي هو ايه، تقول له مثلا هنا انا مثلا اتعلمت مثلا اكسل، اكسل وبعد الاكسل نعمل دي كده، وبعد الاكسل مثلا بقى وورد، وهنا بقى بعد الوورد ده يبقى باوربوينت، اللي هو بيبقى دي مثلا الرحله بتاعت اللي هو تعليم اساسيات الكمبيوتر والاساسيات كلها، ان انتوا تقدروا تعدلوا على حاجه وتقدروا مثلا تعملوا بقى في سمارت ارت دي مثلا الاشكال دي كده، بحيث ان هي تبقى بالشكل ده. جميل، انا بحب السمارت ارت الصراحه. السمارت ارت على فكره انا بستخدمه جدا في الباوربوينت جدا، يعني الموضوع بصراحه بي 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 جميل جميل جميل، انا بحبه الصراحه. نمسح بقى كده كل ده اهو، نيجي هنا ده والتشارت كمان بقى. اول ما ادوس على كلمه تشارت مثلا، تشارت زي دي كده مثلا، هيفتح لك معاه اكسل. استنى اوريكم كده حاجه، بصوا فتح لي معاه هنا اكسل، خدتوا بالكم؟ فهنا مثلا وليكن مثلا نقول مثلا هنا ايه اسم محمد مثلا، وهنا مثلا اسم احمد، وهنا مينا، وهنا مثلا مصطفى. السيريس ده مثلا هو مثلا شهر جون، شهر جولاي، شهر اوغست. مثلا هنا مثلا هم كانوا 2500، هنا مثلا بقوا طلعوا ل 2700. بصوا حتى اتعدلت الشكل ده، اتعدل، خدت بالكم من هنا التشارت تايتل ده اتغير، هنا مثلا بقى 3000، هنا بقى 400 مثلا. او بصوا حتى طالعه اهي، اللي هي طالعه اهي، وهكذا الاجزاء دي مثلا. يعني مثلا وليكن تعالى ناخد دي مثلا هنا كده كوبي، ونحطهم هنا كده، ونخلي دي مثلا بدل 2500 تبقى 1500 مثلا، 1200، وهنا مثلا تبقى 2000، وهنا تكون 500 مثلا عشان تبقى طالعه نازله. خلينا بس في دولك كده شويه، ندوس كده كليك يمين ونعمل ديليت، هم على الاثنين دولك كده بس. ايه ده؟ لا لا اي تمام كده. ممكن بقى نعمل لهم كده زي داتا ليبل، داتا ليبل اللي هو ايه يعني، تبقى بالمنظر ده كده، اللي هو يبقى ده الشكل بتاعهم، ودي كمان جون وجولاي واوجست اللي هو الثلاث شهور دولت. يعني كان في حاله تدرج في حاله محمد واحمد، ده طلع شويه ده 1200، بعد كده طلع شويه بعد كده نزل تاني، وهكذا. بس يعني دي شويه حاجات في الالستريشن الجزء ده كده. هنقفل دي كده لحظه. اللينك، بصوا الحته بتاعت اللينك دي الوحيده اللي انا كنت عايز اعملها في اللينك، في الحته دي بتاعت الانسيرت، شايفين كلمه تحليل بيانات دي؟ ده لينك انا عامله لشيت وورد، قصدي للوورد، علشان اقدر ادوس عليه. لما باجي ادوس عليه كده مش هيفتح، لكن عشان افتحه ندوس ايه، ندوس كنترول وادوس عليه كده هيفتح. ده هو مش موجود اصلا مكانه، فممكن بقى نعمل له ايه، نعمل له لينك كده، ايديت هايبر لينك، واقول له مثلا ايه افتحه لي مثلا من هنا. يعني مثلا اقول له مثلا هنا دي اهو، دي يلا انجز اس اي اس، واقول له مثلا تحليل بيانات، واجي هنا مثلا ادوس كنترول وادوس انتر عليه، ادوس قصدي كليك شمال، او كده اتفتح تاني. تمام، يعني انا بعمل زي لينك، بعمل زي لينك في الشيت، خدتوا بالكم؟ بعمل لينك في الشيت اللي انا بمجرد ما ادوس كنترول وادوس عليه كليك شمال فتح لي الشيت اهو. خدتوا بالكم يا شباب ولا لا؟ تمام. طبعا بقى الهيدر والفوتر، الجزء ده جميل قوي. بصوا يا شباب تعالوا كده نعملها كده الحته دي. بصوا الهيدر والفوتر، ايش يا دكتور بعد اذن حضرتك، لو بحط لينك في الوورد مش بيفتح؟ يعني مش فاهم، يعني لو بحط اي لينك في تكست وورد واكليك عليه مش بيفتح؟ دوس كنترول بس، دوس حرف، دوس اللي هو زرار الكنترول، دوس كنترول وبعد كده دوس كليك شمال بس كده هو يفتح. طيب تمام، يعني ما تفتحوش، ما لو دوست عليك دبل كليك مش هيفتح،
لازم اه انا تدوسها. اقصد لو انا بشير مع حد مثلا ريبورت او حاجه اه قول له دوس ما يفهم كنترول. اه ممكن بقى تعمل ايه بقى؟ بص اقول لك على حاجه، تروح قايل له بص كده، بص الحته دي، هتروح مثلا قايل له مثلا اوبن او لينك مثلا، لينك، اه ونكبر الكلام كده شويه، وتروح عامل عليه كده كليك يمين. بص يا محمد انت شايفني؟ محمد السلام عليكم. لا مش معايا. بص شايف اللينك، هيدوس على كليك اللينك اهو، لينك، وتقول له فين الشيت. الشيت هنقول له مثلا، هنقول له معاك يا في، دكتور. ماشي، هنقول له هنقول له الشيت اهو، ونروح دايسين اوكي. فكده اللينك اهو مهما دوس عليه ما بيفتحش اهو، خدت بالك اهو؟ سامعني يا وليد؟ اه معاك يا دكتور معاك. ماشي. هندوس بقى كليك يمين بقى، وفي حاجة اللي هو نيو كومنت اهو، وتروح قايل له ايه؟ هو ده يا دكتور النص يعني اخر جزء ناحية التاسك بار ده ما بيكونش ظاهر عندنا. انا عشان انا من، يعني قصدك ايه كده مثلا؟ كده كويس؟ يعني في حضرتك حاجات بتضغط عليها تحت ما بيكونش ظاهر عندنا تاسك بار عشان ايه؟ ما هو اخر كده يعني، قصدك فوق يعني، فوق خالص يعني؟ واحنا السكرين بتاعت الشاشة بيبقى فيه تولز موجودة، هل التولز دي ممكن انا اشيلها مثلا ولا؟ تولز فين؟ قصدك الحتة دي يعني دي؟ وأعتقد يقصد اللي تحت يا دكتور خالص البار اللي طالع بتاع الزوم ايوه اللي مغطي هو فيه عليها. الشات والشير سكرين والسيمري كده ما بشوفش حضرتك بتضغط تحت فين. تحت فين؟ ما انا ما دوستش تحت على فكرة. انا قصدك هنا يعني بص كده، يعني كده هنا ظهرت، كده ظهرت لا انزل بالسهم كده يا دكتور لآخر الصفحة، السهم يعني اللي من على اليمين. قصدك كده اهو ايوه مفيش حاجة بقى دلوقتي. ظهر يعني ولا بس مش فاهم؟ دكتور انا يعني هصور لحضرتك احنا اه ايوه بعتها لي، صح بعتها لي اهو، صح كده، صح انت كده عرفت تشرح لي كده كويس. طب انا هقول لك بس الحته دي يا وليد. بص يا وليد، دوس كده كليك اه يمين، وفي هنا حاجه اسمها كومنت، تقول له هنا في الكومنت مثلا تقول له ايه، كليك كنترول بس، وتسيبها له كده. هو بيبقى الكومنت بيبقى هنا كده، طبعا في نعمل هنا في الفيو رولر، ونخلي جنبها يعني اه تبقى جنبها، بحيث انت تيجي لما تيجي تضغط عليها او تيجي تضغط هنا يقول لك ان الكومنت ده دوس كنترول. لو دوست كنترول دوست دبل كليك شمال عليه، هيفتح لك الشيت على طول. يس هيفتح الشيت على طول. تمام. بس خد بالك انت الشيت اللي انت هتبعته ده لازم، لو انت هتبعت له لينك، قصدي شيت كامل، تبعت له كمان الشيت التاني. يعني ايه الشيء التاني؟ مش هنا في شيت تاني اسمه تحليل بيانات؟ ما هو بص دوس كنترول، لما دوس كده ده اسمه تحليل بيانات. الشيت ده اسمه تحليل اه بيانات. الشيت تمام ده هو يفتحه ازاي وهو على جهازه هو؟ هو المفروض تفهمني؟ جوه اللينك. لا لما تبعت له، لحظة حاضر قول لي كده. طب بص لحظة بس، لحظة لا حاضر لا عظيم. بص اللينك، الشيت ده عندك على جهازك انت صح؟ يعني وحملته على لينك. لا هو كده ما تحملش على اللينك، هو كده ده عندك على جهازك انت، انت الهوست او السيرفر بتاعه. لما هتبعته لحد تاني، لما يجي يدوس على اللينك مش هيفتح. اقول لك على حاجه، استنى هقول لك انا على حاجه حلوه نشوفها اهي دلوقتي. حد فاتح يا جماعه؟ اسمه ايه ده؟ واتساب من على اللابتوب. طب لحظة، حد كده يفتح كده اللي انا بعته لكم ده، شوفوا كده اللينك ده يفتح. دوس بس كنترول قبل ما يفتح، دوس كنترول وكليك شمال. عمل داونلود اتفتح يعني؟ افتح بس الشيت اللي انا بعته لك، اللي انا بعته لكم ده، ودوس كده على اللينك ده كليك شمال، يعني كنترول وكليك شمال. ها فتح دكتور فتح التاني؟ البيج فتحت معايا.
ايوه في لينك مكتوب فيها، دوست على اللينك ده ولا لسه؟ لا مفيش لينك. لا انا في لينك، اطلع فوق كده. مش لينك والله. والله في لينك. حد يا جماعه فاتح يا جماعه اي حاجه يعني، فاتح من على ال... طب بصوا يعني خلينا في دي في الاخر كده واقولها لكم يعني. ماشي. فدي ده كده الجزء بتاع الهيدر والفوتر بقى. تعالوا بقى موريكم بقى الحته دي، الحته دي حلوه قوي هتعجبكم. بصوا يا شباب، الهيدر والفوتر ده في ناس لما بتقعد تكتب يعني، مثلا فتحنا مثلا وليكن عملنا بلانك بيج، بصوا ده بيج 1 ودي بيج 2 تمام، بس انا عايز ارقمها مثلا، او عايز مثلا احط لها ترقيم. خدت بالكم يا شباب ولا لا؟ معاك. يعني مثلا عايز اعمل لها ترقيم، عايز اعمل لها، عايز اظبطها، عايز اعمل فيها ترقيم ولا حاجه. بصوا يعني عايزها بيج 1 بيج 2 كده. بالظبط بالظبط بالظبط. هنيجي هنا مثلا البيج 1 بيج 2، ممكن في ناس بتحب تعملها من فوق وفي ناس بتحب تعملها من تحت. فممكن من فوق اهو بيديك اهو بلت ان حاجات اهي، مثلا ده 1. بص لما تيجي تنزل اوريك دلوقتي البيج نمبر ده، تخليه في التوب او في البوتوم او في يعني ايا كان انت يعني عايز. حتى مثلا خليها هنا مثلا، فبيج 1 بيج 2. فممكن مثلا تخليها مثلا التوب مثلا بالشكل مثلا اللي احنا عايزينه ده مثلا، اهو 1 ودي 2. خدت بالك؟ تمام. فدي ممكن نعملها اللي هي تبقى حتى مخفيه هي، حتى بالكو خدت بالكو مخفيه ازاي؟ ما تدوس عليها دايما بتبقى مخفيه كده يا دكتور. هي يعني مش فاهم يعني دايما لما بنيجي نختار عنوان كده هنقدر مخفية. نخليه بشكله الفيزابل العادي يعني؟ لا ما هي هتبقى فيزابل ليه؟ يعني انت انت عايز تخليها فيزابل ليه؟ ما هي في الطباعه بتطبع بتبقى فيزابل عادي، لكن وانت وحضرتك بتكتب هتبقى كانها صح الشكل. وانت بتكتب فعلا ما بتبقاش ظاهره يعني، وانت بتكتب بتبقى مخفيه كده. في بقى الفوتر اللي هي بتبقى تحت خالص دي، برده ممكن تخلي برده البيج تبقى بالمنظر. احنا عايزين نختار مثلا شكل مثلا ده مثلا، ده يبقى الشكل بتاعها ده كده. ونيجي هنا كده نقول له البيج نمبر، ونخليها مثلا بوتوم، ونخليها مثلا 1. ممكن مثلا نخليها في الكرنت بوزيشن ده اللي هو نخليها مثلا بيج 1 بيج 2. بصوا يا شباب انت ممكن تعملوها يعني، بصوا اشكال كتير جدا، الوورد مليان حاجات كتيره جدا تقدر تعدل فيها اهو. وتقدر كمان تعمل تظبط ال ثواني كده هقول لك اهو اهو، تقدر ان انت تخليه ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. بصوا تفاصيل كتير جدا تقدروا تعملوها في الفوتر دي، والبيج نمبر اهي كمان تمام. انا سامع صوت قران، سامع صوت اذان العشر. اه معلش انا اسف انا اسف انا اسف انا فعلا اسف. بصوا يا شباب عشان انا لا مش لحظه بس كده عشان اذان لحظه اسف. هو انا فاكر كويس قوي ان انا لما بديت معاكم العشاء جه واحنا خلاص كنا يعني بنقفل. سبحان الله الموضوع بقى بيجي بسرعه ليه كده، ولا احنا اللي بقالنا كتير في الكورس ده؟ لا ده تالت سيشن. اه ما ده ايه ده في ماشي. جزء الفوتر. تعالوا بقى نشوف بقى الحته دي بتاعت
الانسرت الديزاين. الديزاين ده جميل قوي يا شباب بقى، الحته بتاعت دي. بص طبعا احنا قلنا الجزء بتاع السيمز ان احنا ممكن نعدل السيمز ده كمان، وكمان نخليه شايفين الشكل ده. بصوا تعالوا نخلي دي. انت ليه الورد عندك شكله مختلف؟ يعني مختلف يعني انا بفتح الورد عندي المفروض ان هو 21، يعني ما فيهوش ال الترتيب بتاع الهوم والانسيرت والديزاين واللي اوت. امال ايه اللي عندك يا محمد؟ البيج بتفتح على طول. يعني ايه البيج بتفتح على طول؟ مش فاهم يعني. ما عندكش الجزء ده؟ لا مش اللي فوق، مش التاسك بار اللي فوق ده، اتكلم الترتيب اللي حضرتك عامله ده اللي احنا اللي هنشرح عليه. اللي احنا ده الدكتور هو اللي عامله يعني، هوم وانسرت ده الدكتور اللي عامله لنا عشان يمشي عليه في السيشن يعني. وهنا قصدك هنا ولا فوق؟ لا في البيج اللي مش اللي فوق اللي حضرتك كاتبه. لا انا اللي كاتبه. ايه يا محمد انت خضتني والله، انا بقول في ايه؟ لا اله الا الله يا جدع، انا اتخضيت والله، بقول ايه ده؟ هو انا بقيت عالم تاني ولا ايه؟ لا انا بس بوريك. بص اسمعني، المحاضره دي بنسبه كبيره دي مش هتخليك تخرج الا لما بتكون عارف الوورد، على الاقل تبقى عارف انت ممكن تعمل ايه بالوورد لو في حاجه جات لك مثلا كشغل، مثلا كمثلا كمستندات تعرف تراجعها او تقدر تحطها على البورد، تقدر تكتب حاجه على الوورد، حاجات جميله قوي. بص ده الشكل اللي انا كنت فاكره الهيدنج 1 يا سناء اللي انا كنت عامله الهيدنج 1. ايوه ما هي دي زي ما حضرتك زي هيدنج 1 بالظبط. بصي بقى حضرتك عملت هوم وتحتيها حاجات وانسرت وتحتيها حاجات. بصي بقى دي بقى الفكره بتاعت السيمز اللي انا عملتها بتاعت الهيدنج 1 دي. يعني بصي المنظر ده كده مثلا البيربل ده، دي الاشكال بتاعت اللي انا، بصي بقى هي دي بقى الفكره، لما انا قلت له ان ده هيدنج 1 وده هيدنج 2، اي سيمز اقدر اعملها من هنا تقدر تسمع عندي. ما انا خلاص فهمته ان ده كده ده عنوان، فاي عنوان تقابله اعمله لي بالوانات مختلفه، فاهمه؟ اه تمام. يعني مثلا الكالرز ده مثلا نقدر نعدل فيه، نقدر يعني نقدر نعمل حاجات كتيره جدا. ده كده السيمز اوف لاين اهو، نرجعها زي ما كانت. ده كده طبعا الكالر والفونت طبعا نقدر نخليه طبعا باشكال مختلفه طبعا اهو. انا بحب اللي هو فيه لون كده، فيه قصدي فيه اسمه ابتومس ده ولا مش اسمه، طب كاليبري ده انا بحبه، كاليبري ده برضه اهو نقدر نعدله ونسمع كده هنا برضه. ده الباراجراف سبيسنج ده، هقول لك الباراجراف سبيسنج ده بيسمع فين اهو في الديزاين. الباراجراف سبيسنج دي اللي هي نقدر ابعده عن، بصوا خدت بالكم الحته دي، بنبعد الحاجه عن بعضها اللي هي الباراجراف سبيسنج. في ايه تاني؟ في الافكتات. الافكت ده الصراحه انا ما يعني ما استخدمتوش. اللي هتقدروا تستخدموه من الديزاين الحته دي، الجزء ده كده. حد يعرف الجزء ده؟ حد اشتغل بالجزء ده قبل كده؟ السلام عليكم. البيج بص بقى، بص اوريك انا حاجه حلوه قوي. دي بقى الحاجات اللي بيعملوها المراكز والجامعات والمدارس والكلام ده. شايف كلمه ووتر مارك دي؟ دي بقى نقدر كونفيدنشاليتي هي سناء جتاي. نقدر ان احنا بقى ندوس عليها كده. بصوا ظهرت، بص كونفيدنشال ظهرت اهي، خدتوا بالكم؟ اهي ظهرت تحت اهي ووتر مارك. ووتر مارك في بقى نقدر نعمل كاستم ووتر مارك. يعني ممكن مثلا نكتب هنا محمد تحسين مثلا اهو، والسايز نخليه مثلا 40 مثلا اهو. اهو بص خدت محمد تحسين. استاذ محمد في علم الرياضيات. نعم زي المدرسين يعني. ايوه مدرسين بتوع المدارس دولت والسنتر والكلام ده اهو، والوحش بتاع الفيزياء والكلام ده، فاهم؟ اهو يعني الحاجات اهي نخليها مثلا اوتو، ونخلي مثلا الكلام مثلا هوريزونتال مثلا اللي هو محمد تحسين اهي. بص ورا الكلام يعني، انتوا عملت دي كده اهو، اي محمد تحسين اهي ظهر لك اهي. ممكن مثلا نخليها مثلا كاستم ووتر مارك، اللي احنا نقدر نعمل حاجات كتير قوي فيها. يعني بيكتشر كمان، ممكن تختار بيكتشر، يعني ممكن تعمل هنا سيلكت وتختار البيكتشر. لحظه فروم فايل، واقول له مثلا اختار مثلا صورتي مثلا اهي، وندوس اوكي. اهي بص الصوره اهي بقت، خدت بالكم؟ الو ايوه مع حضرتك. ماشي اهو كده، دي كده خلاص كده. لا ثانيه، بصوا ايه، بصوا ايه ابتدت تظهر اهي.
تقدروا بقى تتكلموا تكتبوا قصدي فيها. البيج كولر تقدروا طبعا تعدلوا طبعا في البيج كولر. هنا بقى الجميل بقى اللي في الموضوع، البيج بوردر. البيج بوردر ده اللي هو الحدود بتاعه البيج. نقدر نستخدم من هنا الالوان بتاعه الحد اللي احنا عايزين نشتغل بيها، مثلا اللون الاسود، ونقدر نختار السيكنس مثلا ده، وهنا بقى نقدر نعدل بقى براحتنا. نيجي مثلا هنا كده كده ننزل 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 ده الشكل اللي احنا عايزينه. دوس اوكي. بصوا اهو المنظر اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لا انتوا كويسين، انتوا كويسين، انتوا معايا معاك يعني انتوا اصلا لقيت الناس سكتت كده فجاه، فانا طب يعني طب تصلي يعني، طب نستنى شويه ونصلي ولا ايه؟ يعني تمام لحضرتك عايزه. تمام حاضر حاضر ماشي. طب البنج بورد انت معايا يا وليد؟ يا دكتور معاك. انا متاسف والله لو انا بتكلم بسرعه والله، بس لقيت ناس ساكته. لا لا لو في حاجه بنقف عليها يعني. ايوه انده لي على طول، قول لي ازيك عامل ايه، ممكن بس اتكلم. الله ينور. الله ينور. بص ده البيج بوردر. البيج بوردر دي تخيلي، تخيلي يا سناء ان البيج بوردر دي انا بعملها من وورد 97 بالمنظر ده، هو هو نفس الشكل ما اتغيرش، والله ما بغير، ما مش بهزر. ايوه بالظبط بالظبط. الشكل ده من 97 أنا هي هي نفس الأشكال. أنا مواليد 92، أنا اشتغلت على 97 و2000، الشكل ده ما اتغيرش، الشكل ده البوردرات دي البوردرز دي ما اتغيرتش، هي هي نفس الشكل بنفس كل حاجة. وطبعا بقى تقدروا تعملوا السيكنس بتاعتها، الويدز بتاعتها كل ما تصغر ولا حاجة أهي يبقى بالمنظر ده كده. ده كده ده الديزاين. اللاي اوت المارجن بقى، بصوا يا شباب المارجن دي شايفين الحواف بتاعت الشكل ده كده، بصوا الكلام بيبتدي من هنا كده واقف لحد هنا. فاحنا عندنا حاجتين عشان نعدل الشكل ده، يا اما نعمل هنا فيو ونعمل هنا رولر، رولر اللي هي المسطره دي، فنعدل كده في المارجن كده ونقعد نعمل دي كده اهي، ونقعد نجيب دي كده لا اهي، يبقى الكلام بادئ من هنا كده خلصان هنا. خدتوا بالكم ولا لا؟ دي اسمها المارجن. المارجن يعني الهوامش، زي بيفوش الهوامش. السلام عليكم. تمام المهم يعني المهم ده الديزاين، وده اللي اوت اللي هو اللي اوت ده اللي هو الباراجراف. الباراجراف بقى الحته فين؟ باراجراف الحته دي كده اللي انا بقولها لكم، الحته دي كده اهي، دي اللي احنا كنا لسه قايلينها الباراجراف سبيسنج. الحاجات دي دي بتبقى بتوسع تحتيها، بتخلي الدنيا دي توسع. بصوا يا جماعه بصراحه الحته بتاعت الباراجراف دي، دي الناس اللي بتكتب كتابه كتير بيعرفوا الفرق ما بين الحاجات دي ايه. انا صراحه ما اعرفش الفرق ده في ايه، ولا يا محمد يعني انت مثلا لو انا مثلا بقول لك اكتب باراجراف انا مش عارف ده يتكتب كده ولا يتكتب سبيس قد ايه، ما اعرفش. بس اكيد الناس اللي بتعرف تكتب كتير بتقعد تجرب. نعم الناس اللي بتكتب كتير تقعد تجرب. بص اقول لك على حاجه، يعني مثلا انا دخلت قبل كده سفاره البحرين، السفارات قبل السفارات بتبقى صعبه جدا، يعني بتبقى الكلمه فيها بالحرف، يعني مش عايز اقول لك ده بيصاب المساطر، فبتبقى الكلام بيكون الكلام اوفيشال. كلام اوفيشال قوي، يعني كلام فيه ضرب نار، فبيبقى الحاجات دي بتفيدهم قوي، فدي بتفيد جدا في الحته بتاعت الباراجراف والارينج والكلام ده. دي بصراحة بتفرق. يعني مثلا تعالى مثلا في الحتة دي كمان الارينج ده، بص الارينج الحتة بتاعت الارينج اللي الجزء ده كده، بص لما باجي ادوس على الصورة، انا كنت جايب صورة اهي، لما باجي ادوس على الصورة واجي اكتب، بص اوريك حاجة كده، بص اوريك يعني مثلا اقول لكم مثلا ايه، اس اي اس كورس او وورد كورس، وورد كورس تمام. تعالى كده نكبر الكلام ده كده شويه، وفي الارنج ده كده لو جيت اخد الصوره دي واطلعها لفوق كده، بص لاحظ انا دايس على الصوره يا وليد ما شلتش ايدي من على الماوس تمام، ودوست دي كده مش هتتحرك، هتطلع فوقيها هتنزل تحتيها مش هتتحرك. فنعمل ايه بقى عشان تتحرك؟ بص نروح عاملين دي كده ونخلي ثرو، بص اول ما دوست ثرو الكلام بقى معدل تحتيها تايت سكوير وهكذا. تعالى بس نخلي الكلام ده يتحرك كده تحتيه، بص كده لما اجي ادوس على دي كده البوزيشن بتاعها نخلي البوزيشن نصغر دي كده شويه
ونخلي الراب ده كده سكوير تايت، بمجرد ما باجي ادوس على دي كده مثلا اخلي الصوره تتحرك معايا. خدت بالكم من اللقطه دي ولا لا؟ تاني دي يا دكتور معلش. ايوه الحركه دي على فكره انا متاكد ان ناس كتير بتقع فيها، ما بتعرفش تحرك الصوره جنب الكلام. انا متاكد. بص انا صغرت الكلام اهو، بص لما باجي اجيب الصوره دي كده اهي بتطلع الكلام ده ممكن على تيبل برضه مش صوره، لو في كلام وتحتيه تيبل مثلا. ايوه بص في اللاي اوت، تعالى اول ما تدوس على الصوره كده هتلاقي في حاجه اسمها لاي اوت، الجزء ده بتاع الارينج ده. فانت ممكن بقى تروح عامل ايه، تروح عامل كلمه ثرو. ثرو دي بقى اللي هو ايه، بص اللي انت تاخد الصوره دي كده اهي تطلع بيها اهي. تمام. دي على فكره انا كنت بعاني في المعاناه دي فعلا، لان كان الورد كان رخم جدا، الصوره مش عارف احركها وارزع يا جماعه في ايه كده. كده ممكن بقى نخليها مثلا رخم فعلا برنامج. نعم هو فعلا برنامج رخم جدا. انا ملاحظ انت من اول ما ابتدينا كده وانت متضايق منه مش عارف ليه. طيب بصراحه كان نفسي النهارده تبقى باور بوينت. طب اعمل ايه طيب؟ تمام هيجي الباور بوينت صدقني هيجي والله، وهنعمل سلايدات وهنعمل شغل عالي ان شاء الله يعني ما تقلقش. تمام. فدي كده خلصنا الحته بتاعه اللاي اوت اهي. فدي كده خلصناه. تعالى بقى نبص بقى على الانفو بيج. الانفو بيج دي بقى الجزء ده كده، كل ده، كل الانفو بيج ده. بص يا شباب لما تيجي تدوس على كلمه فايل هيظهر لك المنظر ده كده كله، ده الريسنت الحاجات اللي بيظهر لك، الحاجات اللي انت اشتغلت عليها اخر حاجه خالص، ودي التمبلت اللي انت دوست عليه. لو دوست نيو هيقول لك نيو تفتح، عايز تفتح وورد ولا تمبلت ولا ايه. لو دوست اوبن هيقول لك انت عايز تفتحها منين، من البراوز، من بي سي، من كذا. لو دوست على كلمه انفو هيبتدي بص بقى يقول لك كل حاجه. انتوا عارفين يا جماعه ان انا بعرف الناس اللي بعتالي الشيت هل هي ولا لا عن طريق الكلمه دي، عن طريق الحته دي. سامعني يا وليد كويس؟ سامعني يا سناء؟ مع حضرتك. في واحد ياخد مثلا الشيت ويبعته لي تمام، بس الاوثر اللي هو كاتبه بيبقى مكتوب اسمه هنا. يعني انا عشان جهاز اسمه ادمنستريتور فهو اسمي كده، لكن اسامي الناس يعني مثلا جربي مثلا حد يقول لك ايه، انا فروضت لك الميل مثلا، افتحي فايل اهو وكلمه انفو وبصي على الحته دي كده، شوفي الاوثر وشوفي لاست موديفايد. ممكن يكون الاوثر ده اللي هو المؤلف اللي هو كتب الكلام نفسه، اللي هو عمل الشيت، اللي عمل الورد الاصلي بالظبط. يعني لاست موديفايد، اللاست موديفايد ده بقى ده اللي هو عدل على الشيت. ويا سلام بقى يا سناء لو الشيت ده مليان تعقيدات، يعني كل ما يبقى الشيت مليان تعقيدات كل ما الراجل مش هيعرف ياخده كوبي بيست بره، فاهم ولا لا؟ يعني مش هيعرف ياخد لو في مثلا تعقيدات مثلا اسمه ايه، ملفات داخله وخارجه وما اعرفش ايه، تبقى صعبه ان هو يعرف ينقله ككوبي ويبعته لك. يعني عارفه الناس اللي بتاخد شغل الناس، فاهم قصدي؟ ايوه بالظبط. تمام كده، ده الشكل ده كده. والسيف طبعا لو انت عايز تسيبه، والسيف اس ده لو انت عايز تسيبه في مكان معين او حاجه زي كده. وسيف تيرا بوكس دي مش موجوده عندكم عشان دي ده برنامج عندي يعني. على فكره صح يا شباب، انا عامل فيديو عن البرنامج ده. البرنامج ده حد يعرف اسمه ايه، اسمه وان درايف؟ حد يعرف وان درايف؟ وان درايف وجوجل درايف. تمام. جوجل درايف عادي. جوجل درايف اخره كام؟ حد يعرف المساحه بتاعته قد ايه؟ 15 جيجا. صح 15 جيجا صح جدع. طيب حد يعرف يعني ايه تيرا؟ 1000 جيجا. 1000 جيجا. تخيلوا ان في برنامج ببلاش و1000 جيجا، تخيل وببلاش، دي اهم حاجه ببلاش. فتيرا بوكس دوروا على البرنامج ده وان شاء الله تنزلوه. ده فري وكمان كلاود، يعني تقدروا ترفعوا عليه حاجه في شغلكم ولا حاجه، عشان لو الدنيا وقعت عندكم او باظ او اي حاجه تلاقوه على التيرا بوكس. طبعا البرنت طبعا احنا زي ما احنا كنا عاملين ايه، ممكن نقول برنت وان بيج. التيرا بوكس ده موجود في الاكسل كمان يا دكتور؟ لا التيرا بوكس ده برنامج انا منزله، بس انا قصدي ان هو بيخش في الادنز بتاعت الحاجه. يعني لو انا دوست هنا سيف ان تيرا بوكس دي الحاجه بتاعتي، حتى ايه كنت انا منزل حاجات كتير ايه. تيرا 1000 جيجا. تمام. يعني مثلا تقدروا مثلا تعملوا مثلا زي ده كده، او تيرا بوكس اهو حتى عمل لي ابلود سكسسفول اهو. اهو نعمل فايل برنت، نقدر نعمل برنت اهو للاول بيج او للوان بيج او اللي هو برنت سيلكشن اهو،
او البرنت كرنت كرنت بيج اللي هي الحته دي بس. وطبعا بقى نقدر، انا شرحت لكم قبل كده الموضوع ده، لو هو بورتري يبقى بالطول او لاندسكيب يبقى بالعرض وهكذا، بس احنا بنخليه اغلبيته بالطول. والليتر احنا ما بنستخدمش اي حاجه غير اي 4، والمارجن نخليها نارو، انا بحب النارو دي قوي. انا لو حطيت ورقه على سكان ممكن اسيبها على الوورد صح؟ سكان، في برنامج اسمه سكان، يعني مثلا لو في ورقه فيها كلام مكتوب انا عايز اسحب الداتا اللي فيها، ممكن مثلا اسحبها سكان، ممكن انزلها على الوورد يعني كده كده على الوورد صح؟ الكلام نفسه ولا الصوره؟ الكلام. لا الكلام، لا الكلام لا، ما اصل هي هتبقى صوره انت محتاج تحولها لتكست، فمش بتتحول، بتنزل على صفحه الوورد على انها بيكتشر وتسحبها وتحركها، لكن مش بتعدل فيها. تخيلي بقى سناء اللي هي موجوده هتقبل التعديل. سناء بص يا سناء هفهمكم حاجه، بص يا شباب ثواني بس افتح اعمل بس ستوب شير ده كده ولا معرفش ايه. بص اهو ماشي، بصوا اوريكم حاجه كده كويسه قوي. في برنامج، معلش انا هعمل كده، بص في برنامج لو انتوا فتحتوا ال في هنا اسمه مايكروسوفت اكسل، حد يعرف مايكروسوفت اكسل؟ تمام. مايكروسوفت اكسل لو انتوا دوستوا على مايكروسوفت اكسل، مايكروسوفت اكسل، في مايكروسوفت اوفيس لو انتوا عملتوه، وفي كمان مايكروسوفت اكسل. الاكسل ده في برنامج فيه ان انت بتصور الحاجه وهو بيحولها لك لكلام، بس انت طبعا لازم تراجع وراه يعني عشان ايه، ما انا حتى مسحته تصدقوا عشان انا ماليش في الاكسل بتاع الموبايل. انا قصدي هو بينفع في الانجليش يا دكتور، لكن في العربي بيطلع حروف العربي شويه وشويه شويه وشويه شويه وشويه، يعني هو ما بيبقاش مظبوط قوي بالمعنى الحرفي. بس اقول لكم على حاجه، بص اقول لك بس على حاجه اهو، بص مش عارف اجيبها لك ازاي بس شايف اهو. تمام. انا بس اوريها لك، انا بعتها لك ايه، في ان انت اول ما بتدوس على انجز دي كلب شويه، لما بتدوس على التيبل ده، التيبل اول ما بتدوس عليه بيجيب لك انك تصور الصوره ويحولها لك لكلام. وفي بعض البرامج الاونلاين ان انت ترفع الحاجه عليها، بس هي بتبقى مش قد كده، بس يعني هي فعلا زي سناء ما بتقول اللي هو ما بتبقاش قد كده سناء، يعني ما بتبقاش الموضوع مظبوط قوي. مظبوط 100%. صح صح انت بتتكلمي صح. تعالوا بس الحته دي كده. طب انتوا عايزين تصلوا؟ طب ممكن بس نصلي دي كده ونرجع تاني، يعني الساعه دلوقتي الساعه 9 و10 نرجع ممكن؟ تمام بعزكم. مش انا هعمل ستوب شير كده وهعمل ميوت. معلش يا دكتور بس هسال حضرتك كده سؤال برايفت عشان بس ما انساهوش. ماشي اتفضل. لو انا في الاكسل فاتح مثلا ورك بوكس في مثلا 10 شيتات، كل شيت انا عامل فيها شغل، عامل فيها معادلات وكده، تمام؟ ينفع اربطهم ببعض؟ يعني تربطهم ببعض؟ يعني مثلا انا عامل مثلا في شيت رقم واحد عامل مثلا معادلات مثلا كوست تكلفه، تمام؟ ماشي. شيت رقم اثنين عامل مثلا معادلات بيع، ماشي. وعامل مثلا شيت رقم ثلاثه ارباح، عملت مثلا شيت رقم خمسه ان دي هطلع مثلا للفرع او للستور مثلا، هطلع بقى كل سيكشن مثلا ارباحه وكده، ينفع اسحب داتا من الاربع خمس شيتات اللي فاتوا؟ داتا ازاي يعني؟ فهمني اكتر، يعني داتا اسحبها ازاي؟ يعني اسحب يعني مثلا انا عملت مثلا شيت رقم واحد مثلا كوست تكلفه مثلا مثلا تكلفه باريستا مشروبات مثلا، تمام؟ ماشي. الشيت رقم اثنين مثلا كيتشن رقم ايا كان، فجيت بقى مثلا في الشيت رقم خمسه عايز اطلع مثلا اجمع بقى اجمالي تكاليف بتاع كل القسم اللي انا كنت عامل له كل شيته، وعايز بقى اطلع في الاخر خالص اجمالي تكاليف واجمالي ارباح في شيته لوحدها منفصله. ينفع. يعني ينفع اربط الشيتات ببعض، ينفع صح؟ ينفع. طيب دي لو عايزني اعملها معاك اعملها معاك، لو عايزني اعملها معاك اعملها معاك. ممكن بعد ما نخلص مع الزملاء حضرتك يعني مثلا لو في حاجه تبقى خلاص انا تحت امرك، او لو برضو حد عايز يعرف حضرتك خلص خلص وافتح زوم عندك. لا افتح بقى مش زوم بقى، في برنامج اسمه اني ديسك. اني ديسك بص اهو نزله كده عندك قبل ايه ما نصط. اني ديسك خش عليه نزله، خش على يعني خش على النت ونزله،
ويعني وانا هدخل معاك انا والناس كمان بعد ما نخلص خالص اوريك. ماشي تمام. اني ديسك نزله اني ديسك. ماشي تحت امرك. PDF تقدر كده لو انت عملته كده هيتحول PDF اوتوماتيك اهو العامل البرتقالي او عامل اورنج انا يعني تمام. وكمان تقدر ان انت ده في الشير وبريزنت اونلاين ده اللي انت تقدر ان انت ترفعه على الاونلاين ودي حاجه انا ما استخدمتهاش. وفي طبعا تقدر تعمله طبعا اكسبرت كبي دي اف ان انت لما تدوس عليه كده اكسبرت اكسبورت كبي دي اف يتحول لك كبي دي اف على فكره يعني الشيت ده كده يتحول بي دي اف في لحظه. انتوا معايا يا شباب؟ تمام. في حد بيبعت حاجه؟ تمام. طبعا بقى الاكونت طبعا لا ده الحاجه اللي احنا عاملينها دي والاوبشن يعتبر كده مفيش اي حاجه تاني نقدر نعملها. وطبعا لو احنا عايزين نسيف هنسيف هندوس سيف از وهنختار مثلا براوز ونختار في الحته اللي احنا عايزين نسيف فيها ونسيف فيها الحاجه. شوف بقى الحته بقى الاخيره بتاعت البرينتنج والكونفرتنج في البي دي اف بس كده. كده احنا يعتبر بنسبه كبيره جدا في الوورد احنا كده يعتبر يعني الى حد ما كل حاجه في الوورد احنا كده خلصناها وبنسبه كبيره تقدروا تشتغلوا بيها على طول. هل في اي حد يا جماعه محتاج اي حاجه في الوورد او بيسال على اي سؤال مثلا في الوورد ممكن ان انا اقدر افيد معاه؟ مثلا عنده مشكله مثلا في الوورد. لو انت مثلا محمد كان عندك مثلا مشكله انت كنت بتقول لي مشكله ايه انت كنت عايزك تشرح؟ انا دكتور اتفضل قول لي. لا ده انا كنت بتكلم على الاكسل انا كنت عايز اربط الشتات ببعض. طب عايز افتح يعني قول لي وريني كده. معلش بعد اذنك يا دكتور. اتفضل. اسف يا محمد يعني في الوورد بس. اتفضل. لما ساعات في لما باجي اعمل جدول اجي اضيف عمود الجدول بيطلع بره الصفحه. في يعني جزء منه بيختفي. تعالى كده نشوفها. تعالى كده نشوفها. يعني انت بتعمل جدول هنا كده. مثلا الجزء ده كده مثلا. صح؟ بس عريض شويه مثلا فيبدا اجي اضيف عليه كولوم مثلا. كولوم اللي هو يضيف عليك اللي هي اوت ده كده وتدوس عليه انسرت كولوم انسرت مثلا رايت كده خرج بعيد كده صح؟ ايوه الله ينور عليك. ماشي تدوس كليك يمين او تقف عليه عادي كده اهو وتروح دايس هنا كده وتدوس كليك يمين وفي حاجه اسمها اوتو فيت. اوتو فيت وتدوس دي كده على حسب بقى الكلام. ما هو في كلام بيبقى بص يعني هو بيعمل اوتو فيت على الكلام. يعني مثلا انا خدت كلمه محمد دي كوبي وانقلها هنا كده كلها تمام. ولو دوست كليك يمين اوتو فيت هياخدها لي على مقاس محمد. فاهم قصدي؟ هي مقاس الكلمه اهم حاجه بس الجدول يخش جوه الصفحه يعني. لو دوست كليك يمين اوتو فيت هي اوتو فيت دي اللي بتبقى فيها الكلام كله اوتو فيت. بص انت تيجي تدوس هنا كده تدوس على دي كده دوس كليك يمين تمام تمام وتروح دايس اوتو فيت وتروح دايس مثلا اللي هي اوتو فيت مثلا ويندو اوتو فيت كونتنت تقدر تعمل الحاجات دي تمام تمام دي كده هتبقى مظبوطه. وطبعا تقدر بقى تظبط الدايركشن تيجي عند اللاي اوت دي وتظبط الدايركشن الكلام يبقى يمين شمال وهكذا. الموضوع تمام. هيبقى حلو جدا في الوورد. طيب تمام شكرا تحت امرك. قول لي يا محمد بقى انت عايز تعمل ايه؟ حد يا جماعه في اي سؤال عنده في الوورد انا تحت امره. انا بحب على فكره الوورد ده على فكره. يعني عارف يا محمد الوورد ده كمان بيساعدني كمان لما باجي اعمل اي اناليسز او اي حاجه بشوف مثلا الشيت بتاعي مثلا عايز ايه وابتدي مثلا اقول له مثلا طب انا عايز البروجكت مثلا سكوب. احنا مثلا بندور الاول مثلا على موضوع السيلز نمسك اول حاجه السيلز. احنا عايزين ايه من السيلز؟ عايزين مثلا من السيلز اللي هو يعتبر سم اوف سيلز مثلا الكوانتيتي حاجات زي كده. بعد كده نروح مثلا على الجزء الثاني اللي هو الستوك. احنا معانا ايه في الستوك؟ الافيلابيلتي او الاون هاند. في ناس بتقول عليها اون هاند. في ناس بتقول مثلا نعم انفنتوري. انفنتوري صح انفنتوري او انفنتوري. في ايه تاني؟ في اللي هو البضاعه اللي هي اسمها ايه دي الرواكد اسمها ايه سلو ايتم سلو موفينج ايتم. مش في كده بضاعه كده حما بتبقى ميته كده تحس ان هي ماشيه بالراحه كده في ما بتباعش جامد يعني. تبقى في سلو موفينج ايتمز اللي انت بتبقى ماسك كل حاجه في الشيت كل حاجه قصدي في البروجكت بتقعد تحلله. فاحنا بحلله على الوورد مش بحلله بره يعني. فاهم قصدي؟ وبعمل فاهم ان ده بنستخدمنا في اكسل. نعم
يعني كنت فاهم ان احنا بنستخدم الاكسل في التحليل اكتر. ما انا لا هو مش تحليل، انت بتكتب الكلام ده كله في الوورد وبعد كده بتطبقه بقى طيب على اللي انا انت عايز يعني تطبقه. انا مثلا في شيتا كده ممكن برضو اصورها بص انا وابعتها اقول لك يا مثلا عم، اقول لك لحضرتك. يا عم، اقول لك انا على حاجه كويسه قوي. بص انت نزلت اني ديسك ولا لا؟ اه نزلت. طب تمام، انا هدخل معاك دلوقتي كده. مش انتوا شايفين يا جماعه اللي انا شايفه ولا لا؟ سناء انت شايف اللي انا شايفه ولا لا؟ ايوه اي ايوه شايف. البرنامج ده هينفعك قوي يا سناء، فاكراني؟ ايوه طبعا. فاكراني انا صح؟ ماشي. طب تمام، قول لي كده الرقم كام يا الرقم هو يا جماعه الرقم اللي فوق ده، يبقى الرقم ده قول لي رقم كام كده يا محمد؟ دي واحدة دكتور. اتفضل. الرقم ده في الجنرال صح؟ نعم الرقم ده في الجنرال صح؟ الرقم ده فوق اهو، الرقم اول ما تفتح البرنامج هتلاقيه فوق اهو. وليد انت شايف البرنامج ده يا وليد؟ اه شايف يا دكتور. البرنامج ده حلو قوي يا وليد، البرنامج ده بيخليني ادخل عندك اشوف انت بتعمل ايه واقدر وطب اساعدك حلو اعمل. في ايه ده؟ نعم حلو في ايه؟ هقول لك، بص البرنامج ده حلو في ايه؟ لا انا انا اقصد يعني بيخترق شوية يعني. لا مش اختراق ولا حاجه، ما انت بتبقى ما هتشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. بص البرنامج ده دي اجهزه الشغل عندي، فلما مثلا واحد بيبقى مثلا محمد انا عايزك تساعدني في حاجه، ابعت لي الاني ديسك بتاعك، الاني ديسك اهو ده الرقم، لما باجي ابعت لك بيقول لك لا اما ابروف لا اما ديكلاين او ريجكت، فاهم قصدي؟ وكمان تمام. في الشيت لما باجي ادخل قصدي عليك ومثلا بشوف لو مثلا باجي ادوس على اي حاجه تلاقيه لو هو مش عايزني بيحرك الماوس بس كده، فانا ما بعرفش اعمل حاجه، ولو هو قافل الجهاز ما بعرفش ادخل عنده برضو. وكل مرة بيفتح برقم جديد. لا هو نفس الرقم بس لازم انا اديله ابروف، اه تمام. ما هي ما فيهاش اختراقات ولا حاجه، دي الشركات كلها لا شغاله اقصد يعني هي بتبقى المرة واحدة، لا هي كل مره يعني كل مرة لازم اديله ابروف. ايوه طبعا انت فاهمني، ولازم طب لو انا الجهاز مثلا مقفول عمره ما هيعرف يدخل عندي. اه انت معايا يا محمد؟ انت كل ده انا عمال مستنيك تبعت لي الرقم. يعني انا نزلت دكتور بس غالبا بس هو محتاج انستول فبياخد بس مني كام دقيقة. ماشي فاهمني قصدي يا وليد؟ ده البرنامج ده، بص دي كل دي اجهزه الشغل، يعني انا مثلا ده برنامج ده قصدي جهاز الشغل بدخل عنده، دي اجهزه الشغل لما باجي ادوس كده، دي كل دي اجهزه انا كنت بدخل مثلا. امال مثلا يا وليد انت فاكر مثلا الناس بتوع الاي تي او الناس بتوع الاي تي لما حد بيقول لهم انا عايزكم تشرحوا لي حاجه او عايزكم تحلوا لي حاجه بيعملوا ايه؟ بتبعت له فعلا رقم. بالظبط، بتبعت له اه بتعمل ترابل تيكت او يعني بتبعت له ريكويست تقول لو سمحت انا عايزك تيجي تساعدني، فهو بس دول بيروح لو جاي. هما في الدومين بقى بتاع النتورك بتاع الشغل، لا لا انما هو ده ده كده ان جنرال. ما هو ده ان جنرال، ايه المشكله؟ اه لا ده حاجة اكبر يعني. ايوه انا مش شايفه. ما هو ده البرنامج ده اسمه اني ديسك، اني ديسك او في تيم فيور، في تيم فيور، تيم اه هو ده البرنامج ده اسمه تيم فيور، ده برضو بدخل برضو هو اللي بيقول لي بعمل ايه ومش بعمل ايه وهكذا. تمام انا عايز بس اوريكم تمام الشكل هيبقى عامل ازاي لما هو ادخل عنده، علشان فعلا فعلا يعني قصدي ما تتخضش من الموضوع ده، لان الموضوع ده ما فيهوش خض، انت لازم تقول له ابروف، ولو عملت له ديكلاين حوالي 3 او 4 مرات بيستنى حوالي ساعة عشان يدخل تاني، تمام فدي حاجة حلوة. ولو عملتها اكتر من مرة متهيألي بيحصل زي بلوك او حاجة زي كده. انت بعد بص دكتور معلش انا بعت لحضرتك صوره هو غالبا مش عارف هو كده واقف على سيت اب ولا يعني شايف محمد نيو سيشن فوق خالص على الشمال دي، هو على الشمال. نيو سيشن فوق خالص تمام دوس عليها كده. جاب لي يور ادريس. لما بتفتح يعني ما يجيبليش حاجه. مش ده السيتنج اللي انت داخل عليها دي كده؟ اه مش ده نفس الشكل ده كده؟ مش اقفل بقى دي كده اهي، اقفلها من فوق كده، في كده زي تابة كده تقفلها من فوق. تمام انا دلوقتي كده لما دوست على ال على ما لما تحرك دوست كده دوس عليه لما فتحت النيو سيشن جاب لي البيج دي، بالظبط. جاب لك ايه جاب لي الصورة التانية اللي انا بعتها لحضرتك على الواتساب. دلوقتي؟ اه
ايوه اهو، ما هو الرقم المفروض ان هي لا اله الا الله يور ادرس مقفوله، يعني يور ادرس دي مقفوله يعني مفيش بالظبط. مفيش. طب دوس كده عليها كده ولا دوس على يعني، طب اقفله وافتحه تاني كده. هو طالب مني باسورد وكونفيرم باسورد، فكده انا قريت حاجه، قريت الباسورد يعني. يعني لا اقفل، اقفلها تاني وافتحها تاني، اقفل البرنامج ده وافتحه تاني. طيب طب اقول لك على حاجه يا محمد، اقول لك على حاجه، انت مش فات مش عندك اتفضل. زوم؟ مش انت عندك زوم؟ عند زوما افتح كده الفيديو كده، انا معاك اهو، استنى اقفل كده الشير ده كده هنا. تمام. فتحت، استنى اقفل الشير ده كده، اقفله واعمل ستوب شير. افتح كده زوم كده، ايوه انا شايفك. اقفل اعوج لي بقى يعني، اعمل حاجه اسمها عندك شير، في شير كده تحت كده، اعمل شير، شير سكرين. شير سكرين. ايوه تمام. هات لي بقى البرنامج بقى، يعني دوس على شير وهات البرنامج كده حضرتك شايف الجهاز عندي صح؟ فين هو؟ لا انا شايف برضو شكلك مش شايف. بص دوس على كلمة شير، هتلاقي في حاجة اسمها ادفانس تمام. فوق خالص. اقفل، بص اقفل الكاميرا عندك، اقفل الكاميرا عندك، اقفل الكاميرا بالظبط، في شير اهو، شير اهو تحت اخضر اهو، شير، تمام في ادفانسد فوق، في حاجه اسمها بورشن اوف سكرين، تمام دوس عليها كده. تمام دوست عليها، هو لسه ما ظهرتليش حاجه. على كده استعيها. ايوان هو ده. هات لي بقى انت، لا انت عملت لي شير على ايوان، كبر بقى الصوره، كبر، هتلاقي الاخضر ده ظهر عندك، كبره اكتر، المربع الاخضر ده. بص اقفل الاكس، ايوه اقفل، ايوه بقى اقفل الاكس، ايوه وطي، نزل الاكسل اللي تحت كده، شايفين يا جماعه صح؟ اه وطي بقى الاكسل ده كده خالص. حضرتك قصدك كده صح؟ وريني بقى، وريني انت، انت عامل لي شير على الاكسل، انت مش عامل لي شير توتال. ما هو هي دي البيج اللي انا، هي اللي فيها ارقامي صح؟ ما انا بس انا مش عارف اتحرك. ما انا عايز اعمل حاجات بايدي انا، طيب فاهم قصدي؟ تمام يعني بص اقول لك على حاجه، دوس على كلمه شير اللي في اللي في زوم تحت دي، هتلاقي في ادفانسد شير، ادفانسد تمام ادفانس شير تمام. في حاجه اسمها بورشن اوف سكرين، بورشن، انا دوست على بورشن اوف سكرين يعني. ايوه كبر بقى الكلام كده شويه، كبر البتاع دي شويه، لا اكسل مش دي مش دي مش دي، كبر في مربع كده ولا دي اخرك دي، مش في مربع كده انت بتكبره؟ ايوه هو ده كده، ايوه صح كده، هو ده كبر. كده عرفت بقى المعاناه اللي تمام. انا بعانيها اهو، اهو انت بقيت مكاني اهو، طيب تمام ماشي. اكبر وريني، بقى الاكسل لو شغال عادي. لا لحظه، فين الانديسك؟ تمام اهو على الشمال، اهو على الشمال، ايوه اني ديسكتوب لحظه بقى، تمام اهو كونكتنج، هو مفيش اي حاجه، ديسكونكت فروم اني ديسك نتورك، مش عارف ده ليه، ده ليه مقفول. وهنا لما بدوس على العلامة بتاعت ال اف اي بي دي ان انا كريت باسورد ماشي، كاريت 1 2 3 واعمل له 4 كونفيرم. مثلا، او كام زي يعني الرقم اللي انت عايز تظبطه يعني. ماشي اعمل بقى واحد تاني اهو، 2 ويك، خليه فيه كابيتال وسمول. وفي ارقام يعني حروف وأرقام بالظبط اهو. ماشي ابلاي، ماشي اقفل بقى دي، اقفل اللي هو برضه مفيش جديد يعني. برضو مفيش جديد، غريبة جدا دي. طب خلاص، طب افتح لي كده الاكسل، معلش افتح لي كده الاكسل عشان بس اوريكم. ماشي اقفل بقى ده كده خالص، اقفله خالص بقى كده وافتح الاكسل.
ماشي وريني بقى كده الاكسل. بص يا شباب بقى هو عايز يعمل ايه. حضرتك شايف كده؟ انا كده شايفه، انا متقلقش انا شايف. طيب دي دلوقتي مثلا ده السيلز بتاع فروع، تمام؟ ماشي. بناء مثلا على شهر 8، تمام؟ المفروض مثلا ان عايز افتح هنا شيتا تانية، تمام؟ ماشي. الشيتا دي تبقى هسميها مثلا كوست، ماشي ماشي تمام؟ بتاعت كل فرع. والشيتا ماشي التالتة دي مثلا هسميها مرتبات وبي اند ال مثلا، اللي هي ماشي مصاريف ماشي ثابته بروفيت اند متغيره، لوس. ماشي فاهم تمام؟ فاهم فاهم. عايز بقى افتح شيتا مثلا رابعه هنا في الاخر خالص، اطلع فيها بروفيت، اسحب داتا من الثلاث شيتات اللي فاتوا دول، طب اطلع عندك بقى الحاجة دي، عندك البروفيت. الحاجة دي جاهزة ولا لسه دي في المخيلة؟ هي للاسف مش على اللاب بتاعي ده، هي على اللاب بتاع الشغل. فانا طب بص، طب انا اقول يعني لك لو على عايز حاجه. اعمل شغل، طب تمام، اكتب هي لي، هات الفكره لي في كده حاجه اي بس داتا، هات لي انا عندي انا فاهم. عندي انا مثلا معايا حوالي خمس او ست فروع، تمام؟ فانا كل فرع بيبقى فيه تكاليف ومرتبات وايجارات، تمام؟ فاهم فاهم فاهم. فانا عايز اعمل شيتا لكل فرع، تمام؟ واجي في الشيتا النهائيه خالص بقى اسحب الكي بي اي من الناس دي، كلفني كام؟ يعني مثلا عشان اعمل مثلا بوينت للفرع ده، اعرف الفرع ده مثلا كلفني مليون جنيه وانا صارف، وانا مثلا كسبان منه 3 مليون، فطلع البروفيت بتاعه، ابتدي اسحب كل ده. بس انا عايز اخلي كل فرع في الاول لوحده، هات لي وفي شوية الاخر بيانات يا خالص محمد، هات لي شوية داتا حتى، حطهم لي في أي شيت، حطهم لي في أي شيت. طب هجيبها لحضرتك المره الجايه. لا هات لي من الداتا اللي عندك دلوقتي، مش هات لي أي داتا شوية احشيها لي في الشيتات الباقية. أنت معايا طيب ولا يعني إيه؟ انا مثلا انا سامع حضرتك، سامعني؟ أنا سامعك. أه طيب انا مثلا الفرع ده مثلا حتى الان مثلا سيلز مبيعاته مثلا عامله 901000، تمام؟ ماشي ماشي ببتدي مثلا اتواصل مثلا مع المصنع، ببتدي اسحب مثلا منه داتا مثلا برودكت، تمام؟ بيقول لي مثلا الفليفر مثلا بتاعت البرودكت اللي انا سحبتها، سواء مثلا كان شوكليت او ايا كان ايه الحاجات اللي انا سحبتها، بيقول لي مثلا الكوست بتاعت كل واحده، تمام؟ فابتدي ماشي اسحب مثلا الكوست ده، الاقي مثلا ان الفرع ده سحب مني خامات مثلا ب 400000 جنيه، ماشي تمام؟ الفرع ده مثلا اتكلف مثلا عليا صيانات، تمام؟ بحوالي مثلا 70000 جنيه. الفرع ده مثلا اخذ مني مرتبات سالاريز مثلا بحوالي مثلا 60000 جنيه، انت عايز تعملها تمام؟ بالفرع. بص يا محمد اسمع مني، بص شايف الجزء ده اللي هو انا عايز بس استخدم دي كده شويه. معلش كده، ايوه شايف الجزء ده، الجزء ده كده، هل ده تمام. الجزء ده بيتكرر؟ يعني هل الجزء ده، لا لا لحظه لحظه وقف لحظه. بص هقول لك انا على حاجه كويسه قوي، مش انت شايف ان الجزء ده كده؟ انزل تحت كده شويه. ماشي، شايف ده فرع مثلا من ضمن الفروع، هوريك كده تمام. تفصيله كده، حاجه كده بسيط عليه. نخلي مثلا ده مثلا اللون الاحمر عشان تبقى انت شايفه اكتر. ده شايف كده حركتي صح؟ هنا اهو شايف دولت. روح على الشيت اللي هناك، تمام روح روح الشيت الفاضي ده، تمام؟ تمام ايوه اي شيت، تمام ايوه دوس في اي شيت فاضي فاضي، بس دوس يساوي فاضي يساوي، دوس يساوي. تمام روح بقى هناك، تمام روح بقى على دوس على ال على 901 دي، تمام اجمالي مثلا دوس فورتاس، انتر، تمام. دوس انتر. فكده جات لك ايه هنا؟ نعم صح ايكوال كده؟ يساوي يعني اخدت الرقم نقلته. بالظبط كده. اكتب بقى فوق الرقم ده، الرقم ده ايه؟ ده فوركاست، اكتب فوركاست. تمام. انتوا سامعيني صح يا شباب؟ انتوا شايفين اللي انا بعمله ولا ايه؟ الو السلام عليكم. شايفين شايفين حضرتك. انتوا بصوا انا بصوا لسه دلوقتي بيعمل ايه؟ هو دلوقتي خبيتكم في بيجيب تفاصيل داتا، تبعي بس. هو معلش، هو بصوا يا جماعه، هو دلوقتي بيجيب داتا بس من شيت تاني. بص بقى، روح بقى على الدي اس ار دي تاني. تمام. يعني ايه دي اس انا ار؟ مثلا دي بقى المبيعات الفعليه، دي الاكتوال سيلز اللي هي فاهم 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 882000. فاهم. روح هناك برضو، روح هناك جنبيها الشيت كده الفاضيه، واعمل يساوي يساوي، ايوه مثلا، واروح على سيلز ريبورت، اقول مثلا دي، اقول الاكتوال سيلز، اكتب سيلز وخلاص بس كده. فكده بقى ايه؟ تمام. كده بقى عندك المبيعات والفوركاست. انت فين التارجت؟ التارجت اهو، روح عليه هاته هاته.
يساوي بس وهات اجيبه الرقم ده. من الشتاء الفاضي الاول. ايوه طارق. لا ماشي انتر اهو جاب لك اهو تمام. كده، بس تقعد تحسب على كده. يعني انا قصدي ايه، انت كده ما دام الشيت ده الحاجه اللي فيه ثابته، كل روح على الشيت بتاع دي اس ار ده. يعني ايه دي اس ار يا محمد؟ ديلي سيلز ريبورت. اه ايوه ايوه اصل انا خريج الاي اس بص يو. لا بص يا دكتور، الفكره ده الشهر بتاعي انا عندي ويك اند وعندي ويك دايز تمام. الويك اند طبعا عشان شغال في اف ام بي بيكون شغاله اكتر تمام. فبتيجي مثلا اقول مثلا بفرع زي ده تمام، اجباني مثلا التارجت بتاعه 901 250 تمام. ماشي ببتدي مثلا اجي على الويك اند اللي هي مثلا زي الخميس او الجمعه، بديها مور فاليو، بديها وزن اعلى تمام. فين؟ بقول مثلا دي من مبيعات الشهر هتمثل لي مثلا 3 او 4%، الويك دايز مثلا هتمثل لي 2.5%. فين؟ ابتدي فين؟ اعمل فوركاست وقصادها اعمل الاكتوال الحقيقي اللي انا حققته، وساعتها اشوف الفارينس، هل الفارينس ده ماشي مع الفوركاست ولا لا. باجي مثلا هنا في تامبل تانيه، في شكل تاني مش عارف حضرتك شايفه ولا لا، أنا شايف. اسمه المانث ديت تمام. اه ام المانث تي دي ديت بقى، ده ما انت ما دام انت بتكتب كل حاجه بالارقام يبقى ام تي دي مش مهم. بالظبط. هو يمكن تمام يا دكتور يعني عشان نسهل الموضوع، هو مش هياخد كونتينت محدد، هو بيتكلم على ريليشن او في ايكويشن معينه تربط ما بين اكتر من شيت، هل دي افيلابل صح ولا؟ كده. ايوه طبعا ايوه، ما انا قلت، ما هي ما الحركه اهي، ما احنا لسه عاملينها اهو. ما انت بتقول ان طيب ايه، دلوقتي لو انا حضرتك سحبت من السيلز ريبورت اللي هي الشيت الاولانيه، هسحب حاجات منها ومن شيت اتنين، يعني ينفع اربطهم ببعض عشان تكون في شيت ثلاثه ولا شيت باي شيت؟ لا ينفع تربطهم ببعض طبعا. انت عايز يعني تحط ايه مثلا مثلا؟ قول لي مثلا الحته دي مثلا عايز تحط ايه؟ يعني مثلا حاجه هنا هقول يساوي، عايز مثلا اشوف مثلا الفرع ده في الاخر خالص اخر الشهر عمل مثلا مبيعات بالرقم ده، ماشي وبعد كده مثلا دوس انتر الراجل دوس مثلا انتر بتاع دوس انتر. الكوست كنترول اوصل. طيب امسح عيدها من الاول تاني ما انت عشان ما انت دوس، عملتش انتر يا استاذ عشان انت محمد. دوست يساوي مرتين. اه دوس عليها انا تاني، هعمل روح هناك تمام دوس دي كده ودوس انتر. تمام عايز بقى مثلا هسحب التكاليف من مثلا الشيتا دي بتاع التكاليف مثلا ايوه التوتال كتكاليف بتاعها اهو تحت، المينتنس مش هو والصيانات التوتال وكده بتاعها تحت اهو. روح هناك بقى تمام دوس يساوي، دوس يساوي هناك، تمام وروح هناك اهو دوس كده هنا على دي كده ودوس انتر. تمام تمام وصل. بس كده، وتقعد تحسب وتنزل. بص مدام في الشيت يا جماعه تقدروا تعدلوا في اي حاجه، حتى كمان لو الشيتات منفصله، حتى لو ورك بوك منفصل على فكره. يعني ده مثلا وليكن ده دي اس ار، ده اللي هو ديلي سيلز ريبورت ده بتاع 24، انت ممكن تجيب حاجات من 23. بس لازم يكون في نفس الورك بوك، لا بره الورك بوك عادي، بره الورك بوك افتح وانا معاك، برضه افتح نفس انا معاك الكلام. واحنا لايف، افتح وانا معاك، هات اي حاجه اي شيت تاني اي شيت تاني. تمام اي شيت يا محمد اي مثلا شيت، ده مش لازم فرق تكبر الدنيا، اي شيت. ده مثلا سكادولز هاخد مثلا منه داتا ماشي هات بقى، روح هناك، روح هناك الاول دوس يساوي الاول. اللي انا عايز انقل فيه ايوه ايوه يساوي. تمام تعالى بقى في الشيت ده، اختار اي حاجه اي حاجه انت عايزها تختارها. بس لا 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 واحده بس واحده بس، لا واحده بس. سلاوة ايوه تمام انتر جاب لك الحاجه. تمام بس تمام كده تمام يا دكتور يعني، قصدي ان تمام انت تقدر يا محمد بص معني، انت تقدر تظبط جدول كده بناس كده وتقول مثلا ده التكاليف وده البي اند ال مثلا، ده ريفينيو وده ما اعرفش دي اكسبنسز وما اعرفش ده كوست وهكذا، وبعد كده تعمل معادله مثلا طرح في الاخر ويطلع لك الريفينيو في الاخر. بس كده تمام شكرا يا دكتور. الموضوع سهل على فكره، مش صعب. يعني بصراحة كان بيبقى عندي مشكلة في حاجة زي دي، كنت بحس إن أنا شغال في كل حاجة منفصلة ومش عارف أربطهم ببعض. بص حاول بس تنزل اني ديسك ده تاني، يعني امسحه كده ونزله من اول تاني، يعني هيبقى الموضوع اسرع. تمام بس كده، اصل بصراحه ما بحبش اتكلم ببقي كده، بحب اتحرك بس كده. فان شاء الله خير.
عطلت عطلت اعمل حضرتك اعمل على ستور، اعمل قصدي اعمل شير كده واقفله، اعمل اقفل الشير عندك، اعمل ستوب شير، هتلاقي في حاجة اسمها ستوب شير. تمام. بس كده. ف اي حد يا جماعة عنده اي سؤال انا تحت امركم، اي حد عنده اي سؤال انا جوه جوه المنهج بره المنهج جوه الكورس بره الكورس انا تحت امركم. انا بجد بجد انا بحب ان انا ابقى هيلبفول جدا مع الناس. ممكن يا دكتور بس نفتح صفحة وورد كده أسأل حضرتك على حاجة؟ تحت امرك. ثواني افتح صفحة وورد اهو اهو، ثواني كده اعمل بس شير انا من عندي انا. اتفضل اهو انا معاك اهو. اه يعني مثلا لو كتبنا أي كلمة وكتبنا ورك بوك مثلا، ورك بوك، ورك اه بوك وأنا حبيت أحطها جوه مربع، يعني جوه عملت مربع انسر يعني، هعمل هاجي من عند انسرت كده. اهو. ما هنا مربع ده كده زي ده كده مثلا اهو. آه لا يعني في هعمل شيب، هعمل شيب حوالين شيب، ايوه الكلمة. ايوه شيب اهو، شيب انسرت اهي وشيب اهي. ايوه لا ممكن ايوه مش ده، ممكن هاخد دايرة مثلا. ماشي دايرة اهو، نعمل نرسم الدايرة كده اهي. اه وعايزة هتبقى يبقى الكلمة دي جواها. طب ما احنا ممكن نعمل بشكل احسن، اتفضل. ان احنا ممكن نعمل لها يعني احنا جبنا الدايرة اهي، شيل دي كده، استنى اقول لك، نشيل ورك بوك دي خالص. ماشي. هنيجي هنا كده في انسرت، في حاجة اسمها تكست بوكس اهي كده اهي، تكست بوكس اهي، نعملها سيمبل وتبقى جواها اهي ورك بوك، ونخليها كده كبيرة. في بقى حاجة اسمها شيب فورمات اهي، استنى لحظة، في حاجة اسمها شيب اسمها شيب فورمات اهي اهي شيب فورمات، وتروح قايل له في الشيب فورمات دي خليها نو فيل، وخلي الاوت لاين دي نو اوت لاين. مفيش حاجة أبسط من كده شوية يا دكتور؟ حاجة تكون مباشرة شوية. هي مشكلة معايا لما باجي أكتب الكلمة وأجي أحط عليها الدايرة ما اه بتختفي ممكن صح، يعني. هقول لك انا، لا لحظه لحظه، ممكن نعملها صح، ما اصل في كذا تفكير. بص ممكن نكتب مثلا هنا ورك بوك إحنا مثلا، ممكن نمسح الدايرة دي اللي موجودة بحيث كأننا بنبدأ. لا لا ممكن اوريها لك، استنى اقول لحضرتك لحظه، هنعملها كده نعلم عليها كده، ونروح عاملينها في النص، فكده الدايره لو تلاحظ مغطيه عليها، تعالى كده نعملها كده، لو رفعنا الدايره كده كده مغطيه عليها صح كده. هي الاشكال دي يا دكتور ما هقول لك انا، بتكتبش عليها الا لو في تكست بوكس. لا هقول لك هقول لك اهو كده صح. ممكن تعمل دي مثلا سند باك جراوند، او في هنا حاجه اسمها نخلي دي كده، نخلي دي اللي هي بتبقى دي، وفي حاجة اسمها شيب، نخلي الشيب نو فيل ونصغرها كده. انا عايزها فيل. اه لا يبقى هي ممكن ورك، يبقى ثواني بقى تعالى كده نشوفها كده، انسرت نخليها مثلا دايرة كده، تمام. ونعمل ده edit shape نكتب بقى فيها draw text اهي اهي، تعال نعملها من اول تاني اهي. اه بس انسرت انا مش عايز جوه الدايره يبقى فيه مربع يعني. حاضر حاضر هقول لك اهو، تمام. انسرت اهو شيب دايره، نعمل الدايره دي كده اهي، وبعد تمام. كده في حاجه اسمها درو تكست بوكس، تعمل كده ونعمل كده، تمام نكتب مثلا وليد مثلا، تمام ونعملها مثلا كده ونكبرها شويه عشان اشوف بس الكلام كده واضح ولا لا، اهو خليها في النص. فكرة بقى في دي، في الحتة الجزء ده هنروح هنا عند شيب دي كده، شيب هنعملها اللي هو شيب نو فيل دي أول تمام. حاجة كده، بقت نفس لون الدايرة. وهنيجي طب عند دوس أوت، انتر كده يا دكتور لان هي لسه في حواليها. أيوه أيوه أنا هقول لك أهو، اه هنيجي هنا أوت لاين، هنخليها نو أوت، هنخليها نو أوت لاين أو تكست أوت لاين، نخليها نو فيل. لأ مش دي الاوت لاين دي، انا في هنا حاجه انا فاكرها شيب اوف اوت لاين نو اوت لاين، بس كده اهي. تكتب زي ما تكتب اهي،
وليد جت مثلا. ازاي بقى اخر واحدة دي؟ تعال نعيدها من الاول بقى تاني، تعال من الاول تاني عشان اوريها لك بقى كده عشان تتكتب بالظبط. تعال بقى من الاول. انت سامعني يا سناء صح؟ سامعني. ماشي، هنعملها الاول انسرت. نجيب مثلا الشيب اللي هو الدايره ده كده اهو، ماشي. وبعد كده في درو تكست بوكس اهي، تمام. هنعملها كده بالكوبري ده اللي هو جوه الدايره، وهنكتب مثلا وليد ومثلا محمد مثلا، ونعمل عليها دي كده ونكبر الكلام شويه لحد ما احنا هنا تمام صح؟ تمام. هنيجي بقى في حاجه هنا اسمها شيب فورمات اهي، شيب فورمات يعني لو انت تيجي تدوس هنا كده مش هتشوفها، مش هتلاقيها هنا. لو دوست على الدايره دي كده هتلاقيها ظهرت اهي، بس تدوس بقى على المربع مش على الدايره، المربع. تمام. شيب فورمات. هنيجي عند شيب شيب فيل وهنخليها نو فيل، ماشي. وبعد كده نخليها شيب اوت لاين، هنخليها نو اوت لاين بس كده. السلام عليكم. وتكتب اهي اهي براحتك، اهي مثلا محمد تحسين اس اي اس اللي انت عايزه، يعني نو فيل ونو اوت لاين بالظبط. اهي نو فيل نو فيل نو اوت لاين بس كده. تمام بس كده. واختيار الباك جراوند بقى عادي. دي بتاعتك انت بقى، يعني ممكن تدوس على البرج على دي كده، دوس على شيب فورمات وتختار بقى اللي هو شيب فيل اهو، تخليها مثلا لون برتقاني. تمام خلاص. خليها مثلا جريديان كده مثلا، اللون ده كده يعني اللي انت يعني الالوانات اللي انت تحب تعملها. طيب كده. تمام. طب دكتور لو في تكست مثلا او باراجراف بالانجلش مثلا، ماشي، وعايز اعمل مثلا ارو او سهم على جزء معين في الكلام، او ان انا اعمل هايلايت كده عليه، تعال نشوفها كده. اول حاجه هنخليه من ناحيه الشمال وهو جاي من ناحيه الشمال، وهنخليه جاستيفاي، بحبها جاستيفاي ميديوم كده تبقى، او جاستيفاي ماشي كده كويسه. نكبر الكلام ده كده شويه. انا يفضل ان انا اخليها كده يعني، بحب اخليها كده، بس لو عايز تخليها اوت دي تخليها كده هايلايت. هايلايت كده بس. انا اخليها مثلا في الكلمه دي في مربع مثلا، الكلمه دي في مربع اهي، ونخلي المربع ده مثلا في حاجه اسمها بوردر لاين اند شيبنج، ونخلي الويدز دي كده مثلا، دوس اوكي. كده كويس ماشي. لو انا عايز اشير بسهم مثلا على جمله معينه او على حاجه، ما انت ممكن مثلا تخلي كده الجمله دي كده وتعملها دي كده هنا. يعني مثلا هي الجمله لسه ما انتهتش عشان ما فيهاش فول ستوب، يعني ممكن تخلي مثلا الجمله دي مثلا لو كده كده، وتروح عامل دي كده وتقول له اهي الحته دي كده، وتختار مثلا كسهم اللي هو سهم كده صح كده. لا لا انا اقصد سهم ارو عادي مثلا. يعني ايه ارو عادي؟ اهو تشينج ليست وما اعرفش ايه ديفاين نيو بولت. ارو اللي هو ايه؟ ارو اللي هو اللي هو ده اللي هو ده اللي هو بيجي من ده كده. ايوه كده اهو، ماشي. ما هو اهو يعني انت تقدر تعمله بالمنظر ده كده يعني. تمام. اللي هو في الانسيرت في الشيبس دي كلها، الشيبس دي مليانه حاجات كتيره جدا يعني، ممكن تعمله دي كده اهي اهو. تقدر بقى تخليه مثلا ملفوف كده معوج يعني على حسب كده بس كده. ممكن يبقى السهم ده فيه انيميشن يعني، ممكن يكون بيتحرك؟ لا الانيميشن يعني ده مش هنا. لا الانيميشن ده مش هنا، الانيميشن ده في الـ باوربوينت. في الباوربوينت صح، الانيميشن مش بيبقى هنا. تمام. مهما تعمل كده تلاقي الانيميشن مش مظبوط هنا، هتلاقيه لازم في الباوربوينت. الباوربوينت ده ان شاء الله الاسبوع الجاي يعني، ده بقى اللي هيبقى فيه شويه حركات. لا تمام كده يا شباب. شكرا. تمام. انا في اي حد يا جماعه عايز اي حاجه، انا اي حد محتاج اي حاجه، في مشكله بتقابله اكسل وورد باوربوينت ده اخري يعني، اس كيو ال بقى والحاجات دي معاكم برضو. ف اي حد يا جماعه عايز اي حاجه انا كده كده تحت امركم.
ماشي يا شباب، شكرا شكرا. شكرا جدا ليكم يا جماعة، أنا إن شاء الله إن شاء الله شكرا أشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله، وربنا يكرم بإذن الله. ماشي يا شباب، بإذن الله. ماشي، شكرا جدا ليكم، شكرا جدا ليكم. بعد إذنكم، شكرا بعد إذنكم. شكرا حضرتك، شكرا لكم. Recording stopped.